إدارة الجودة في المشروعات. زي ما قلت التشابتر ده من التشابترز المهمة لأنه بيمثل الضلع الرابع من بعد التريبل كونسترينز. التريبل كونسترينز بفكركم إن هي السكوب، السكيدجول، الكوست، الثري ليميتيشنز اللي بتقيد البرفورمانس والبروجريس والساكسس ميجرز بتاعت نجاح المشروع. لكن مش هم بس دول الكونسترينز، احنا متفقين ان انا عندي كونسترينز تاني، ولكن اداره المشروعات بدات بالتريبل كونسترينز او السكوب والسكيدجول والكوست من بدايه علم اداره المشروعات، قالوا ان احنا عندنا الثلاثه دول. بعد التريبل كونسترينز ظهر كونسترين رابع الا وهو الكواليتي. يعني لو عندي مربع بيمثل أربعة من الكونسترينز المهمين في المشروع، فهيكونوا سكوب، سكيدجول، كوست، كواليتي. الفكرة ان مش بس كفاية ان حضرتك تخلص شغل within scope، مش كفاية انك تخلص شغل within time يعني على حسب الجدول الزمني الموضوع، ولا بس كفاية انك تخلص within budget، لا، اصبح عندك كونسترين رابع الا وهو تحقيق الجودة او الكواليتي مانجمنت، يعني تقدر تعمل إدارة للكواليتي في المشروع. طيب عشان تعمل achieving او achievement للكواليتي في المشروع، البي ام بي هتوصف لك دلوقتي في ثلاث عمليات ازاي تقدر تحقق الاوبتيمال او الاوبتيمال بنفيت من إدارة الجودة او الكواليتي مانجمنت عن طريق تطبيق الثلاث عمليات. ولكن قبل ما ادخل في الثلاث عمليات وادخل في تسلسلهم في البي ام بي، عايز بس اوضح نقطه ان الكواليتي بشكل عام هي fulfilling the requirements او meeting the requirements، ان حضرتك تحاول تفلفل، يعني تحاول تستوفي الريكويرمنتس اللي مطلوبه منك. لسه بقول من شويه مش كفايه انك تخلص 1 2 3 4 من ضمن السكوب، اوكي، مش بس ده، مش بس كفاية انك تخلص في الوقت، ومش بس كفاية انك تخلص بالتكلفة المطلوبة، ولكن يجب ان تحقق او تفلفل the requirements. الدرجة the degree of fulfilling the requirements او meeting the requirements، الدرجة بتاعة تحقيق حضرتك لل requirements المطلوبة منك، هي بين قوسين الكواليتي على حد التعبير من ال PMB ومن الايزو. طالما جبنا سيره الايزو، البي ام بي بشكل عام هي مش شهاده حد متخصص في الجوده، لان هي طبعا فيها تشابتر الكواليتي مانجمنت، ولا حد متخصص في السكيدجول، ولا حد متخصص فين في الريسك او الكوست او غيره. هي شهاده ايه؟ شهاده اداره مشروعات، يعني بتؤهل حضرتك انك تكون مدير مشروع محترف. فاذا احنا مش هندخل في اصول الكواليتي او الستاندردز بتاعتها، وايه هو الايزو، وايه هي السيكس سيجما، وايه النظريات اللي موجوده فيها، ومين اسس مثلا نظريه كذا، ومين اسس منهجيه كذا، كل ده مش هنغوص يعني في الاعماق او في الديتيلز بالطريقه دي، ولكن احنا هناخد المشوار بتاعنا على حسب البي ام بي ما تناولته، وعشان هي اصلا ليها تارجت انها توصلك لمدير مشروع محترف. ولكن الناس اللي حابة تكمل في التخصص، مفيش مشكلة انها في شهادات تانية طبعا اكيد عندها كتير، زي السكس سيجما مثلا فيها كتير بيلتس، مثلا اليلو بيلت، الوايت، الجرين بيلت، في كتير شهادات ليها علاقة بالكواليتي. وبالتالي بيطلع عندي حد اسمه كواليتي مانجر، وفي عندي حد اسمه كيو اي كيو سي موجود في الشركات، وفي حد عندي اسمه كواليتي انجينير. يعني في تخصصات ممكن تطلع من تحت بس شابتر الكواليتي اللي ممكن حضرتك تتخصص فيه بعدين. البي ام بي والايزو، البي ام بي بقى يعني شويه واخده من الايزو، شويه يعني عملت ريفير كده او ريفرنس على السكس سيجما، قالت لك والله في حاجه اسمها بلان دو تشيك اكت، وهنشوف الكلام ده بعد شويه، بس مجرد ذكر ولكن مش دراسه لا للايزو ولا للسكس سيجما او غيره، فقط تناولت موضوعات عشان بس تقول لك انها بيزد اون بعض المصادر اللي موجودة وتعتبر ستاندردز في الكواليتي. اذا تعريف الكواليتي من ناحية البي ام بي ومن ناحية الايزو انها fulfilling the requirements، يعني او الدرجة the degree of fulfilling the requirements، درجة تحقيق المتطلبات. جميل. بالتالي انا من النقطة دي هبدأ
اقول لحضرتك ان الريكويرمنتس اللي عندي، عندي نوعين من الريكويرمنتس زي ما اتكلمنا قبل كده. عندي ريكويرمنتس واضحه وصريحه اللي هي اكسبليسيت ريكويرمنتس، ودي بتبقى طبعا مكتوبه ومتوصفه وحاجه يعني واضحه جدا للناس كلها. الستيك هولدرز بيكونوا طالبين مجموعه من الريكويرمنتس من خلال عمليه شهيره جدا احنا عملناها في السكوب، جمعنا منهم الريكويرمنتس. حد عارف العمليه اسمها ايه في السكوب بتاع تجميع الريكويرمنتس او تجميع المتطلبات من الستيك هولدرز؟ ديفاين؟ لا مش ديفاين يا مهندس محمد. ديفاين معناها او ديفاين سكوب، دي كنا احنا بنعرف السكوب او النطاق. في عملية انا استخدمتها عشان اجمع المتطلبات من الناس وبعدين عملت لها فلتريشن، رحت على ديفاين سكوب. صح مظبوط، انا معاك في النقطة دي، بس في اصلا في عملية انا رحت جمعت بيها المتطلبات. حد عارفها؟ كانت تاني عملية في السكوب بالظبط اللي انا ينور عليك، اسمها كولكت ريكويرمنتس. الله ينور عليك، كولكت ريكويرمنتس. الكولكت ريكويرمنتس دي عملية بجمع فيها المتطلبات او بجمع عن طريقها المتطلبات. بيطلع عندي حاجة اسمها ريكويرمنتس دوكيومنتيشن. ريكويرمنتس دوكيومنتيشن ببدأ اعمل لها فلتريشن، والفلتريشن ده بطلع منه ايه؟ بطلع منه سكوب. طيب عندي اكسبليسيت ريكويرمنتس، في ريكويرمنتس واضحه، وعندي هيدن ريكويرمنتس. هيدن ريكويرمنتس اللي انا قلت عليها قبل كده ايه؟ اللي هي الاكسبكتيشنز او التوقعات. اذا حضرتك عندك نوعين من الريكويرمنتس مفروض توصل للفولفيلنج او الميتنج، انك يعني تستوفيهم. واحد اللي هو الاكسبليسيت، وواحد تاني اللي هو الهيدن ريكويرمنت، الهيدن ريكويرمنتس او الامبليسيت او الاكسبكتيشنز، التوقعات اللي جوه دماغ العميل. زي ما اتفقنا قبل كده، العميل ممكن يكون عنده شوية آراء أو شوية متطلبات ومش قادر يعبر عنها. ويمكن اللي ساعدنا في التعبير عن أو في مساعدة الكاستمر أو مساعدة الستيك هولدرز المعنيين بشكل عام إن هم يعبروا عن متطلباتهم، تولز كتير جدا، كان من ضمنها البروتوتايب أو مثلا الستوري بورد في السوفت وير او في الاجايل. ممكن ساعات احنا ممكن يطلق عليه عندنا في شغلنا في الكونستراكشن، ممكن نقول عليه موكب. يعني البروتوتايب ساعدنا ان احنا نطلع ايه؟ الهيدن ريكويرمنتس من جوه ذهن العميل او الستيك هولدرز بشكل عام. طيب خلينا نشوف بقى البروجكت كواليتي مانجمنت قالت ايه؟ قالت انها اداره الجوده في المشروعات بتشمل كل العمليات فور انكوربريتنج the organization's quality policy regarding planning, managing and controlling project and the product quality requirements. يعني وانا شغال في الكواليتي مانجمنت او عشان اعمل كواليتي مانجمنت، هكونسيدر سياسه الشركه في الكواليتي، طبعا بما يتبعها بقى لو عندي مثلا اكيد عندي بروسيجرز او عندي بروسيس، هكونسيدر الكلام ده تمام، وادمجه مع متطلبات المشروع ومتطلبات المنتج اللي هي البروجكت والبرودكت ريكويرمنتس. مظبوط، يعني من الاخر كده انا عندي بروجكت وبرودكت ريكويرمنتس مفروض احققها طبعا باسلوب معين وبثلاث عمليات هنتكلم عليهم، ولكن مع مراعاه الاورجانيزيشن كواليتي بوليسي اللي انا شغال فيها، الشركه او المؤسسه البرفورمنج للمشروع لازم طبعا اكيد تو بي كونسيدرد البوليسي والبروسيجرز بتاعتها. طيب جميل. بيقول كمان ان الكواليتي مانجمنت، اداره الجوده في المشروعات، هتدعم الكونتينوس بروسيس امبروفمنت، عمليات التحسين المستمر. لان اوريدي انا بشكل عام انا لما باجي اعمل كواليتي مش بس هدفي ان اطلع منتج كواليفايد بس، لا انا مفروض وانا بعمل بوصل للمنتج الكواليفايد مفروض احاول كمان اعمل عمليات تحسين وتحسين مستمر في عمليات المؤسسه لتنفيذ ذا سيم برودكت ان ذا فيوتشر. يعني ايه؟ يعني النهارده انا بشتغل على منتج، فانا
اكيد طبعا هدفي نطلع المنتج ده كواليفايد ويطلع منتج العميل بعدين ان شاء الله يقبله بدون اي مشاكل. ولكن وانا شغال في الاتجاه ده، شغال في اتجاه تحقيق او الوصول الى المنتج اللي هو الكواليفايد، هيحصل ان انا اكيد هنفذ ده عن طريق عمليات، عن طريق بروسيس معينه. مش بتكلم بس عن البروجكت مانجمنت، انا بتكلم حتى في الاكسكيوتنج نفسه بتاع المنتج او البريبريشن نفسه بتاع المنتج. طيب العمليات دي وانا اللي انا المفروض هوصل من خلالها للمنتج النهائي اللي انا بطمح انه يكون كواليفايد، كمان هيكون من ضمن اهدافي ان اعمل فيها continuous improvement، تحسين مستمر، ان بعد كده ان شاء الله في مشروعات الشركة الجاية اذا حصل ان انا هعمل the same deliverables او deliverables قريبة من اللي انا بطلعها حاليا، هتكون البروسيس اللي انا هشتغل بيها بعد كده سواء انا او غيري هتكون already حصل فيها ايه improvement. ده واحد. الحاجة التانية جوه المشروع نفسه، ممكن تنفيذ العمليات دي جوه المشروع نفسه يتكرر. جميل. فانا ممكن اذا انا شفت ان عندي مشاكل معينة او issues معينة في البروسيسز اللي هي الوسيلة بتاعتي لتحقيق الغاية، الغاية ان اوصل لكواليفايد برودكت او deliverable سواء جزء من المنتج او منتج كامل، دي الغاية بتاعتي. عشان اوصل لده هوصله عن طريق قلنا ايه، عن طريق وسيلة. الوسيلة دي هي الطريق ما بيني وبين الغاية بتاعتي او بين التارجت بتاعي. طيب الوسيلة دي اتفقنا ان هي البروسيس اللي هتنفذ مين، هتنفذ المنتج او هتوصلني للمنتج. العمليات دي ربما تتكرر خلال المشروع اكتر من مرة، وبالتالي انا برضو محتاج اعمل فيها تحسين المرة دي والمرة الجاية والمرة اللي بعد الجاية، اذا انا شغال على ايه، على الكونتينيوس بروسيس امبروفمنت. طبعا في كلمة اسمها كايزن، الكلمة دي يابانية، هي الرائدة في عمليات التحسين المستمر. مش هندخل في تفاصيل الكايزن عبارة عن ايه، ولكن باختصار هي كلمة يابانية related بالcontinuous process improvement، التحسين او عمليات التحسين المستمر سواء بقى في المشروعات او حتى على فكرة في الoperations. كلمة كايزن دي تشمل او بتريفير لنفس الفكرة اللي هي التحسين المستمر سواء في projects او في operations. طيب بس بيلفت النظر لنقطة، كايزن مهندس احمد راتب، كايزن كلمة يابانية KAIZEN، دي كلمة يابانية، هو مصطلح يعني ياباني بيرفير دايما للتحسين المستمر او الكونتينيوس امبروفمنت. طيب بس هو بيقول لحضرتك نقطة، خلي بالك صح، احنا عايزين نميت الكاستمر ريكويرمنتس، مظبوط، وعلى قد زي ما اتفقنا من شوية، على قد ما انا بحاول اوصل لده على قد ما ده هو الدجري او الدرجة بتاعت الكواليتي. يعني لو فرضا الكاستمر او الستيك هولدرز بشكل عام والكي ستيك هولدرز بشكل خاص من ضمنهم الكاستمر، وانا بخص الكاستمر هنا ليه، لان الكاستمر هو في الاخر هو اللي هيستلم مني المنتج، فبالتالي انا شوية ممكن كلامي اكتر هيكون النهاردة على الكاستمر بحيث ان هو ده اللي هيديني ايه، هيديني اوفيشال او فورمال اكسبتنس. حد عارف الفورمال اكسبتنس كان بيجي في اي عمليه بالمره وقت؟ طالما خلينا نصحصح يعني او نعمل ريفريشمنت عشان اعمل اخد فورمال اكسبتنس من الكاستمر على ديليفرابل او برودكت، كنت بعمل اي عمليه؟ حد فاكر؟ تمام، برافو مهندس رضا، بالظبط عمليه الفاليديت سكوب. الفاليديت سكوب هي اللي كانت بتوصلني ان اخد الفورمال اكسبتنس من الكاستمر. طيب جميل، لو الكاستمر ده له مثلا فور اكزامبل 100 ريكويرمنت، او مش لازم الكاستمر نفسه، ممكن البرودكت او البروجكت فيه 100 ريكويرمنت. جميل، انا حققت 99% من الريكويرمنت دي، اذا انا حققت كام؟ 99% من الكواليتي. حققت 90 ريكويرمنتس من 100، اذا انا حققت 90% من الريكويرمنتس، سوري 90% من الكواليتي، وهكذا. اذا هي الديجري اوف ميتنج اور فورفيلنج ذا ريكويرمنتس. طيب هو بيقول لحضرتك بقى مش معنى انك عايز توصل للكاستمر ريكويرمنتس او تميت الكاستمر ريكويرمنتس، ممكن ده يتم عن طريق الاوفر وركينج اوف ذا بروجكت تيم، اللي هو ارهاق فريق العمل بالمشروع. ليه؟ لان ده ممكن
يعني ينتج او ينتج عنه decreased profits. ممكن يحصل ان عندك الارباح بتاعتك ممكن تقل، انت بقى عندك project team حصل له ارهاق او exhausting. ليه؟ لان انت عايز توصل لمين؟ الكاستمر requirements. لا، الكاستمر requirements او تحقيق او fulfilling او meeting the customer requirements مش هيتم بالover working of the project team. لا، مش هيتم بارهاق التيم اللي معاك او فريق العمل بالمشروع، ولكن هيتم باداره الجوده اللي هو هيتكلم عليها بعد شويه. بس هو بيقول لحضرتك انك الغايه بتاعتك لا تبرر الوسيله اللي هي ممكن زي الاوفر وركينج ذا بروجكت تيم، لانه قال لك الكلام ده ممكن يسبب decreased profits و increased level of overall project risk وكمان employee attrition errors or rework. يعني لما يبقى عندك بروجكت تيم مرهق اكيد طبعا overloaded، ممكن ده طبعا يسبب rework للشغل، لان هيبقى فيه اكيد اخطاء هتتم من التيم المرهق ده، لان انت عايز توصل للميتنج ده customer requirements وفي نفس الوقت بتحقق ده عن طريق ارهاق التيم اللي معاك. الكلام طبعا ده مش حقيقي او مش مظبوط. الكلام المظبوط انك تعمل quality management زي البي ام بي ما بتقولك for example، لانها طبعا best practice في المنطقة دي. طيب ايه تاني؟ قالك برضو ان الميتنج project schedule objectives، لو انت عندك objectives معينة ليها علاقة بالسكيدول، زي تقدر تقول milestone for example، المايلستون دي عشان تحققها او تحقق الديدلاينز، برضو الكلام ده مش هيتحقق بانك تعمل rushing للquality inspections. يعني ايه rushing للquality inspections؟ يعني فقط انك تزود عدد الفحوصات وخلاص، لا، او تزود عدد، طبعا كلمة inspection يعني فحص، مش انك تزود عدد مرات الفحص او تزود عدد الانسبكتورز عشان هم يشيكوا على الشغل. ده حل عشان تحقق او توصل للديدلاينز او المايلستونز بتاعتك وتحقق الكواليتي في السكيدجول. خد بالك من نقطة، حتى السكيدجول نفسه له كواليتي، السكيدجول نفسه له كواليتي، له جودة، الجدول الزمني نفسه له جودة، والجدول الزمني كمان اكيد كان له ريكويرمنتس اصلا من مين؟ من المعنيين، مظبوط، واهمهم الكي ستيك هولدرز اللي احنا قعدنا معاهم في البروجكت شارتر وكان ليهم يمكن مايلستون ليست. انت عشان تحقق بقى المايلستون ليست دي او عشان تحقق الديدلاينز او الاوبجكتيفز بتاعه السكيدجول فور اكزامبل، يعني ده مش هيتم بالراشنج بلاند كواليتي انسبكشنز، لان ده ممكن، لان ده ممكن يحقق لك ايه او ينتج عنه ايه؟ undetected errors. بقى عندك كتير انسبكتورز، ناس كتير بتشتغل، مفيش اصلا ترتيب في الشغل او تنسيق في الشغل، فممكن يبقى عندك undetected errors، ممكن يبقى عندك decreased برضو profits و increased post implementation risk. البوست implementation risk يعني المخاطر اللي بتيجي بعد التنفيذ مش قبل التنفيذ، اللي هي post implementation risk. طبعا ده كان overview، ولكن الكلام ده هناخده شوية شوية بالتفصيل ان شاء الله في السلايدز اللي جاي. طيب خلينا نشوف التلات عمليات. عندي تلات عمليات في الجودة او ادارة الجودة. عملية اسمها plan quality management، طبعا طبيعي جدا ان انا هعمل plan، وعملية اسمها manage quality، وعملية اسمها control quality. الcontrol quality زيها زي اي control، اني عايز اعمل observation او monitoring وcontrolling على الcurrent state بتاعت المشروع وcurrent actual بمين؟ بالplan، عشان اوصل في الاخر ليه؟ اوصل لمنتج كواليفايد، منتج كواليفايد برودكت او فيريفايد برودكت او كواليفايد برودكت. بس تاني انا مش هستنى لحد ما المنتج يوصل لمرحله الكيو سي او الكنترول كواليتي، مش هوصل للمرحله دي، مش هستنى لغايه المنتج ما يتم تنفيذه ويتم الانهاء بتاع الكومبوننتس مثلا بتاعته، وفي الاخر اروح للكيو سي يشيكوا على المنتج يلاقوا ان في ايرورز او ديفكتس. لا، انا هعمل الكيو اي او المانج كواليتي او الكواليتي اشورنس اثناء تنفيذ المنتج، ديورينج ذا بروسيس، اثناء التنفيذ نفسه هعمل كمان مانج للكواليتي او ما يسمى احيانا وغالبا الكواليتي اشورنس. اذا عندي كيو اي اللي هو المانج كواليتي، وعندي الكيو سي اللي هو الكنترول كواليتي. المانج كواليتي هي الخطوه اللي بتخدم وبتمهد للكنترول كواليتي. ده ثلاث عمليات
عندي بلان، عندي مانج كواليتي، عندي كنترول كواليتي. طيب بالنسبة بقى للسيارتين اللي قدامنا، سيارة بي ام دبليو وسيارة كيا سورينتو، مين فيهم الكواليتي بتاعته اكبر من التاني؟ مين فيهم اكثر جودة او اعلى جودة؟ عشان نكون دقيقين، مين فيهم اعلى جودة؟ دكتور عبد الرحمن بيقول البي ام دبليو، مهندس رضا بيقول البي ام دبليو. طيب مين تاني معانا؟ مهندس عبد الرحمن، مهندس محمد، مهندس زياد. مهندس محمد سيد. مهندس سارة بتقول بتختلف من عميل التاني، يعني ايه بتختلف من عميل التاني؟ طبعا هو بغض النظر ان احنا كلنا طبعا اكيد يعني لو معانا فلوس اكيد هنشتري البي ام ده، بغض النظر عن النقطة دي، بس هو في الحقيقة ما ينفعش. لا هو الالماني يكسب طبعا، صح مهندس محمد؟ مهندس محمد السايب بيقول لك اكيد البي ام. لا هقول لحضرتك نقطة، ولا معايا على فكرة، انا كان مش معايا بي ام، بس هو الفكرة في ايه؟ الفكرة يا رب ان شاء الله ربنا يوعدنا كلنا بالبي ام دي. الفكرة فين؟ مهندس سارة بتقول متطلبات الجودة بتكون أولويات حسب رأي العميل. هو حضرتك إيه، هربت شوية من فكرة إن مين فيهم أعلى جودة، بس هو ليه مقدرش أقول كده؟ دي أنا هقولها دلوقتي، بس هي فعلا ما ينفعش أقول مين فيهم أعلى جودة. ليه؟ لأن إحنا لسه كنا بنتكلم من شوية على نقطة، إن الجودة بالنسبة لي في البي إم بي، وهي طبعا عاملة ريفيرنج أو ريفرنس للأيزو، بتقول لك هي الدرجه بتاعت الفولفيلنج ريكويرمنتس. جميل، يعني بمعنى اصح انت حضرتك لما رحت تشتري البي ام دبليو او الكيا سورينتو كان عندك مجموعه من السبيكس موجوده في البروشور بتاعها او محطوطه كده قدام السياره في الشوروم، مكتوب مجموعه من السبيكس، يعني وزنها كذا، السرعة بتاعتها القصوى كذا، بتوصل للسرعة القصوى في كام ثانية، قدرة الموتور كام حصان، المقاس تبع التايرز او الاطارات، مش عارف الابعاد، الارتفاع عن الارض، كل دي عبارة عن هنسميها بعد شوية كواليتي ماتريكس، او نقدر نقول هي سبيكس، مواصفات عندك مكتوبة قدامك على جنب السيارة قبل ما تشتريها. حضرتك لو خدت السيارة وفحصتها ولقيتها السبيكس اللي موجوده في البروشور بتاعها او في الكتالوج او في الداتا شيت بتاعتها هي اللي موجوده في السياره، اذا السياره دي حققت الكواليتي بتاعتها 100%. لو رحت وزنت السياره، شفت ابعادها، شفت ارتفاعها عن الارض، شفت مقاسات الاطارات، شفت السرعه القصوى بتاعتها بتحقق في كام ثانيه زي ما هو كاتب في السبيكس او لا، اذا من ناحيه الكواليتي فهي حققت الكواليتي 100%. نفس الفكره في البي ام دبليو، ولكن ممكن البي ام دبليو انا معاك بقى انها تفرق عن الكيا سورينتو. تفرق في ايه؟ تفرق في الجريد مش في الكواليتي، وده الفرق ما بين حاجه اسمها كواليتي وجريد. نفس الكونسبت على فكره، انا طبعا هنتكلم ايه الفرق ما بينهم باكثر ايضاحا بعد شويه، بس نفس الكونسبت ما بين مثلا الموبايل بتاع زمان 3310 او النوكيا بنانا او السوني اريكسون او الموبايلات اللي هي بتاعت زمان جدا دي. الموبايلات دي لو تيجي تقارنها مثلا بالايفون ايفون اكس ماكس او بالنوت مثلا 10 او اس 20 او ايا كان موبايل من الموبايلات الحديثه، لو جيت قارنت الاثنين ببعض بديهيا هتقول لا والله الايفون اكس ماكس الكواليتي بتاعته اعلى من ال 3310. لا ما ينفعش تقارن الكواليتي بتاع ده بالكواليتي بتاع ده، ولكن ينفع تقارن الجريد بتاع الايفون ده بالجريد بتاع ال 3310. طيب من ناحيه الكواليتي، ال 3310 بيقول لك ان هو بيبعت اس ام اس وبيحط النغمات بتاعه زمان اللي هي كانت بارقام وبيتصل وبيستقبل، وممكن يكون في انفرا او بلوتوث، ما كانش في بلوتوث ساعتها، كان في حتى ممكن يمكن كان في انفرا، يعني كان في شويه اوبشنز هو بيقول لك انا بحققها. تمام، ممكن برضو لو الموبايل ده لو وقعته مثلا على الارض او مثلا ضغطت عليه مثلا
او بسياره او بوزن معين هيتحمل درجه معينه. دي السبيكس بتاعته. ده مين؟ ال 3310. بيحققها او لا؟ بيحققها. اذا شكرا، هو بيحقق الكواليتي بتاعته. الايفون اكس ماكس نفس الفكره، في سبيكس معينه، عرض الشاشه، الحجم بتاع الموبايل، اللون، الثيكنس، السرعه بتاعته، في بلوتوث، في جي بي اس، ايا كان كل الاوبشنز اللي فيه. ولكن هو بيقول لك في ريكويرمنتس عندك او في سبيكس بتاعتي، هل انا حققتها او لا. ولكن الايفون اكس ماكس او الاس 20 او غيره هو اعلى درجه، اعلى درجه في الجريد مش في الكواليتي. يعني في فيتشرز وفانكشنز موجوده في الايفون وموجوده في البي ام، ولكنها مش موجوده الفيتشرز اللي هي الكاركترستكس، الخصائص او المواصفات، او تقدر تقول سوري الخصائص، الوظائف او الفانكشنز او السمات اللي ممكن تكون موجوده في موبايل ومش اللي هو الاكس ماكس، ومش موجوده فين؟ في ال 3310. نفس الفكره في البي ام. البي ام فيها فيتشرز، يعني مثلا ممكن نقول فيها فتحه سقف، فيها مثلا مش عارف مثبت سرعه، فيها مش عارف ايه، فيها الاوبشنز دي. هي بتديك هاير جريد، بتديك ايه؟ هاير جريد، تمام. ولكن بالنسبه، هي طبعا دي تعتبر بالنسبه لنا ايه؟ هاي جريد. بالنسبه الكيس رينتو لو تقارنها بالبي ام هتبقى لو جريد. ال 3310 مقارنته بالايفون هو لو جريد، ولكن الايفون مقارنته ب 3310 هو ايه؟ هاي جريد. اذا عندي معيارين، معيار للكواليتي هاي ولو، ومعيار للجريد هاي ولو. حلو. المنتج حقق الريكويرمنتس، هو اصبح كده هاي كواليتي. ما حققش الريكويرمنتس، هو لو كواليتي. طيب في فيتشرز عاليه، اوكي، هو هاي جريد. في فيتشرز قليله، هو لو جريد. الموبايلات، في موبايلات مثلا فور اكزامبل صيني، اللي هي مش حتى الصيني الجديد اللي هو الاوب وغيره، في صيني يعني اقل من كده بكتير. الموبايلات دي فيها فعلا هاي فيتشرز، هاي اوبشنز او هاي كاركترستكس. ولكن ممكن لما تيجي تفتح الموبايل مثلا او تحطه مثلا فور اكزامبل في الشاحن ممكن ما يشحنش مثلا، او ممكن تيجي تستخدمه مثلا كتير يهنج منك، يحصل فيه مثلا باجز. ممكن في الشمس انت ما تقدرش مثلا تشوف فيه كويس. اذا في مشاكل ممكن في الباتري، في مشاكل في التشارجنج، في مشاكل في السكرين. كل دي ليها علاقه بمين؟ بالكواليتي. ولكنه هو في جي بي اس، سمارت فون، شاشه كبيره، في مش عارف سمارت ايه، في درجه الوان مثلا، سوري فور اكزامبل، يعني في كميه الوان عاليه، في ريزوليوشن عالي. كل دي هاي فيتشرز او هاي جريد. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان المنتج اللي هو هاي كواليتي لو جريد يقبل. ليه؟ لان ده دي السبيكس بتاعته، دي الريكويرمنتس بتاعته. انت طالب مني سياره كيا سورينتو، طالب مني موبايل 3310، انا عملته لك على حسب المطلوب مني، حققت الريكويرمنتس، فانا كده تديني العلامه الكامله، تقول لي انت جاي شكرا، انت عملت الكواليتي المطلوبه منك، يعني انت وصلت للهاي كواليتي. كون السياره او الموبايل لو جريد، فده من ضمن اللي احنا متفقين عليه. لو احنا متفقين على لو جريد ما اقدرش اعمل لك هاي جريد، ولو احنا متفقين على هاي جريد ما اقدرش برضه اعمل لك لو جريد. ولكن المنتج اللو جريد، سوري اللو كواليتي وهاي جريد لا يقبل. ليه؟ لان احنا اصلا اتفقنا اساسا على الريكويرمنتس، على تحقيق الريكويرمنتس، على تحقيق الكواليتي. يبقى المنتج الهاي كواليتي لو جريد يقبل، والمنتج اللو كواليتي هاي جريد ممكن جدا لا يقبل. طيب عندي كمان اكتر من مصطلح عايز اتكلم فيهم. طبعا انا هنا في السلايد ده شرحت ايه هو الكواليتي، ايه هي الكواليتي، او حتى طبعا على حسب البي ام بي، وايه هي الجريد. بيتكلم برضو ان مدير المشروع عنده تارجت انه اكيد يحقق طبعا both of them، يحقق الكواليتي ويحقق طبعا الجريد عشان يوصل للكاستمر ساتسفاكشن. طيب عندي بقى اكتر من مصطلح عايز اتكلم عليهم في السلايدز الجايه.
اول مصطلح هو البريفنشن اوفر انسبكشن. البريفنشن از بريفيرد اوفر انسبكشن. البريفنشن يعني ان اخد خطوات امنع بيها تكرار الايرورز او الديفكتس من دلوقتي وللمستقبل. يعني يعني بشكل عام انا في ادارة المشروعات مفروض اكون حد برو اكتف، مفروض حد اشتغل على التو ويز. في تو ويز يعني تو واي منهم اللي هو الكوركتنج او كوركتيف اكشنز، عندي مشكلة بصلحها. والواي التاني او الطريق التاني هيكون ان اعمل بريفنتيف اكشنز. بالتالي اني احاول في ادارتي للكواليتي او في البلاننج بتاع الكواليتي اللي انا لسه هدخل عليه بعد شويه، اني احقق الكونسبت دي، ان البريفنشن المنع الاخطاء او منع الديفكتس من المنتج او من العمليات اللي هتحقق لي المنتج، جميل، منعها من دلوقتي وفي المستقبل هو مفضل عن الانسبكشن. ايه الانسبكشن؟ اللي هو فحص المنتج. يعني ايه؟ يعني الفكره اني اوريدي بعمل بروسيس، بعمل عمليات، مظبوط، هوصل مفروض بطمح اني اوصل بيها المنتج تقريبا خالي من العيوب او تقريبا محقق 100% كواليتي. عشان اتاكد انهم محقق 100% كواليتي هعمل ايه؟ هعمل انسبكشن، هعمل فحص. هاجي بقى اعمل فيزيكال انسبكشن على المنتج، زي مثلا له ابعاد، له وزن، له درجه حراره، ايا كان ايه طريقه الفحص، هعمل انسبكشن على البرودكت. حلو. المفضل بالنسبه لي وانا بعمل بلاننج للكواليتي اني احاول امنع الاخطاء افضل من اني اوصل لمرحله الانسبكشن والاقي اخطاء وابدا ارفض المنتج عشان ابعده عن ايد العميل اللي ممكن لو شاف، او عين العميل اللي ممكن لو شاف المنتج فيه اخطاء هيرفضه تاني. يعني انا عندي الموضوع متسلسل، عندي بروسيس عمليات بحاول بيها امنع وجود ديفكتس او ايرورز في المنتج. حلو. انا بشيك على المنتج فيه ديفكتس او ايرورز امتى؟ في الكيو سي. بعمل ايه؟ بعمل انسبكشن. الانسبكشن ده هيفحص المنتج، اذا المنتج كواليفايد هيمرره لمين؟ هيمرره لجماعه السكوب مانجمنت، هيقول له ده فيريفايد ديليفرابل، لو سمحت خد بقى المنتج كمل انت الشغل بتاع السكوب. هياخد البرودكت يوصل للكاستمر ياخد منه فورمال اكسبتنس. حلو. انا بقى في تخطيطي للجوده مش عايز اوصل لمرحله ان اعمل فحص المنتج في الكيو سي المنتج ده يكون فيه احتماليه اخطاء عاليه. طب عشان امنع ده من الاول هعمل ايه؟ هفضل او يعني هبدي البريفنشن عن الانسبكشن. يعني اهتم في البلاننج بتاع الكواليتي ان امنع حدوث الاخطاء من بدايتها. اسباب المشاكل واسباب البروبلمز واسباب الايرورز اللي ممكن تكون موجوده في البرودكت هحاول امنعها من دلوقتي عشان ما اوصلش لمرحله انسبكشن والاقي منتج معيب، بالتالي انا ككيو سي ارفضه وبضطر طبعا اعمل ريورك. والريورك يعني وقت وجهد وفلوس. البريفنشن قال لك يعني ايه؟ قال لك keeping errors out of the process، تبعد المشاكل والاخطاء والديفكتس عن العمليه اللي هتنفذ لك المنتج. الانسبكشن الفحص keeping errors out of the hands of the customer، بتعمل الكيو سي بيعملوا فحص للمنتج او البرودكت سواء برودكت كامل او ديليفرابل عشان يمنعوا وصول منتج معيب للكاستمر، لان وصول منتج معيب للكاستمر دي قصه تانية ممكن تخسر شركات ماركت شير كامله. حلو. فبالتالي البريفنشن از بريفيرد اوفر انسبكشن. طيب تمام. عندي مصطلح تاني اسمه اتريبيوت سامبلينج وفاريبل سامبلينج. الاتريبيوت سامبلينج البي ام بي قالت لك ده ريزلت ايذر كونفورمز او دازنت كونفورم. يعني ايه كلمه سامبلينج؟ يعني هعمل او هاخد عينات، عندي مثلا مجموعه من الديليفرابلز زي مثلا الاف من الديليفرابلز. حلو. فبالتالي انا المفروض اخد عينات، اخد سامبلز. فكلمه سامبلينج جاي من ايه؟ من عينات او سامبلز.
في عندي طريقتين، طريقة اسمها اتريبيوت سامبلنج اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية، وعندي طريقة تانية اسمها فاريبل سامبلنج. وحضرتك لما بتاخد عينات اذا هتشتغل باتريبيوت سامبلنج، كل اللي هتعمله انك هتقول ان العينه دي conform or doesn't conform the requirements بس، يعني yes or no. خدت مثلا الموبايل ده، خدت الموبايل ده شيكت عليه، لقيت والله ان الموبايل ده متطابق او متوافق مع requirements، بتعمل marking على yes or conform. لو مش متطابق هيبقى ايه؟ not conform. بس ده اللي بتعمله فين؟ في الاتريبيوت سامبلنج. طيب الفاريبل سامبلنج بيقول لك the result is rated on a continuous scale that measures the degree of conformity. يعني ايه؟ يعني الموبايل ده مش بس محقق الجوده او لا، او محقق requirements او لا في الاتريبيوت سامبلنج، لا، هنا في الفاريبل سامبلنج هتقول ايه؟ هتقول الموبايل ده محقق الريكويرمنتس باي درجه، باي درجه. يعني مثلا ممكن لو قلنا مثلا 90% من الريكويرمنتس، 95% من الريكويرمنتس محقق الريكويرمنتس بالنسبه للون، بالنسبه للشكل، بالنسبه للابعاد، بالنسبه لكذا وكذا، ولكن ممكن بالنسبه للباتري مش محقق الريكويرمنتس، بالنسبه للستورج مش محقق الريكويرمنتس، بالنسبه للكاميرا مش محقق الريكويرمنتس. بالتالي لما جيت انت عملت سامبل، اشتغلت بالاتريبيوت سامبل، كان الاتريبيوت سامبلنج كان كل هدفك انك تشوف يس اور نو. لو اشتغلت بالفاريبل سامبلنج لا، هتبدا تديني بقى ريتد ريزلتس. الريزلت دي هتقول لي الموبايل او الديليفرابل او البرودكت اللي في ايدك هو محقق الريكويرمنتس لاي درجه. طيب ايه تاني عندي؟ في مصطلحين اخرين عندي، مصطلح اسمه التوليرانس ومصطلح اسمه الكنترول ليميتس. الكنترول ليميتس زي ما اتكلمنا قبل كده عليه، ده مثلا زي الثريشولدز اللي هي الحدود او المحددات بتاعتي، الليميتس. فور اكزامبل عندي الموبايل مثلا بتاعي، او مثلا موبايل زي ده مثلا مفروض فيه ابعاد معينه. فور اكزامبل الطول بتاعه لو قلنا 10 او 11 سنتي، فليكن قول 10 سنتي. اذا عندي كنترول ليميتس للطول بتاع الموبايل. يعني ايه كنترول ليميتس؟ يعني الموبايل ده ممكن يبقى 10 سنتي الطول بتاعه و2 ملي، ممكن برضو يبقى 9 سنتي و8 ملي. اذا عندي تو كنترول ليميتس، واحد اسمه او واحد رقم 10 و2 ملي، والتاني 9 و8 ملي. كنترول ليميتس دي هي الثريشولد بتاعتي، هي العتب، هي المحدد بتاعي اللي مش هقدر اطلع عنه. ما ينفعش الموبايل يبقى 10 و3 ملي، ولا ينفع يبقى 9 و7 ملي. هو ده اخري، يا اما 9 و8 ملي يا اما 10 و2 ملي. جميل. الفاريانس ما بين 9 و8 ملي وال10 و2 ملي هو ده التولرانس بتاعي، هي المنطقه ال4 ملي دي هي اللي بعوم فيها، واقدر اتكلم لو المنتج بقى 9 و9 من 10، بقى 10 10 سنتي، 10 وملي، 10 و2 ملي، كل ده انا ايه؟ لسه جوه التوليرانس اللي هو المسافه ما بين اللور كنترول ليميت والابر كنترول ليميت. حد عنده سؤال حتى هذه اللحظه في اللي فات، او في الاوفر فيو اللي احنا عملناه على الكواليتي؟ تمام. الموضوع سهل وبسيط، ثلاث عمليات الحمد لله رب العالمين. يعني احنا اخدنا عمليات كانت شوية تقيلة في السكوب والسكيدول والكوست، المرة دي هم ثلاث عمليات. الموضوع ان شاء الله ظريف، وعلى فكرة chapter resources كمان ظريف جدا، ما فيهوش ان شاء الله مشاكل. chapter communication كمان chapter سهل جدا، ممكن شوية risk، شوية هيكون يعني اتقل واحد في او اتقل تشابتر في التشابترز اللي جايه. البروكيورمنت في منطقه معينه كده شويه تقيله، والانتجريشن ده هيكون بالنسبه لنا ان شاء الله احنا هيكون سهل، لان احنا ده نهايه المطاف او الكوردينيشن بتاع الموضوع كله. الشيء بس المميز عندي هنا اللي عايز الفت النظر ليه قبل ما ابدا، ونسيت يعني اقول لحضراتكم عليه، ان عندي عمليه هنا في الاكسكيوتنج اللي هي المانج كواليتي،
ولو تلاحظ دي اول عملية قابلنا في مجموعة عمليات التنفيذ. كل العمليات اللي قابلتنا قبل كده كانت يا اما في البدء، لان احنا خدنا انيشيشن او انيشيتنج بروسيس جروب، او في البلاننج، او في المونيتور اند كنترول. العمليه دي هتكون اول عمليه فين؟ في الاكسكيوتنج. فانت برضو يبقى عندك كده ايه زي كي وورد، او مثلا تب كده بالنسبه لك، ان اول عمليه في التنفيذ ممكن تقابلك في الجدول بتاعك، مش في اداره المشروعات على فكره، لان اداره المشروعات مش ماشيه بالترتيب. انا بتكلم على سرد الجدول اللي احنا اتفقنا ان احنا ممكن نحفظه، اللي هو 49 عمليه احنا ممكن نحفظهم بترتيبهم، عشان هيساعدني ممكن في رد او في الرد السريع على اسئله سهله جدا في الامتحان. اول عمليه في الاكسكيوتنج قابلتني في مشواري مع البي ام بي هي كانت المانج كواليتي، بما ان احنا مشوارنا ما كانش فيه انتجريشن نولج اريا. جميل. طيب ثلاث عمليات ان شاء الله موضوعهم سهل وبسيط، هندخل ان شاء الله كده سريعا. اول عمليه اسمها البلان كواليتي مانجمنت. كالعاده البلان هي ديسكريبشن، هي وصف، هي خريطه الطريق لما هو قادم من عمليات. هتوصف لي ازاي هتعمل مانجمنت او مانجنج للكواليتي اللي هي العمليه الثانيه اللي هي كواليتي اشورنس، ازاي هتعمل كنترول للكواليتي. هتوصف لك هاو ذا كواليتي ويل بي مانج ان يور بروجكت. جميل. اذا هي ايدنتيفاي او ايدنتيفاينج كواليتي ريكويرمنتس، بتعرف لك المتطلبات بتاعت الكواليتي اند اور ستاندردز، الستاندردز اللي انت هتعتمد عليها في تنفيذ الكواليتي او في تحقيق الكواليتي ريكويرمنتس. الستاندرد فاكرين احنا اتكلمنا قبل كده ان كل اندستري ليها ستاندرد، وستاندرد الكواليتي الاشهر الايزو. بغض النظر ان حتى الديسيبلينز مختلفه ليها ستاندرد، يعني مثلا احنا في الكونستراكشن لينا ستاندردز، ممكن في مجال الطب او المجال الدوائي في ستاندردز، ممكن في مجال الاي تي ليهم ستاندردز، ولكن كمان في ستاندرد اضافي للكواليتي والاشهر على الاطلاق هو ستاندرد الايزو. فبالتالي بتقول لك ايدنتيفاينج كواليتي ريكويرمنتس اند اور ستاندردز فور ذا بروجكت اند اتس ديليفرابلز، يعني تنفيذ المشروع نفسه والريزلتس بتاعته او الاوت كمز اللي هي مين؟ الديليفرابلز. دي واحده. الحاجه الثانيه بتقول لك ايه؟ بتقول لك دوكيومنتنج هاو ذا بروجكت. وطالما شفنا كلمه هاو ذا بروجكت ويل مانجد او ويل ديمونستريت او ويل بلان اور وات ايفر، فاذا احنا بنتكلم عن بلاننج. بتقول لك ان دوكيومنتنج هيحصل توثيق وتسجيل. دوكيومنتنج هاو ذا بروجكت ويل ديمونستريت كومبلاينس. كومبلاينس اللي هو ايه؟ اللي هو توافق او استيفاء. كومبلاينس ويز كواليتي ريكويرمنتس اند اور ستاندردز، يعني من الاخر كده حضرتك هتعرف ايه المتطلبات بتاعت الجوده بتاعتك في مشروع، وهل هي ليها ريفرنس لاي ستاندردز، وهتعمل دوكيومنتيشن للكلام ده وتقول والله انت هتحقق فور اكزامبل الريكويرمنتس ده بنسبه قد ايه، هتحقق الستاندرد ده بنسبه قد ايه، هتعمل كومبلاينس شيت متوافق مع الريكويرمنتس المطلوبه منك من الستيك هولدرز. طيب بيقول it provides guidance and direction on how quality will be managed and verified throughout the project، وده طبعا طبيعي انها دايما بتوصف لي ما هو قادم من عمليات. inputs tools and techniques outputs، دول طبعا مش هنتكلم عليهم كتير، اتكلمنا عليهم قبل كده. طبعا عندي البروجكت شارتر، هلاقي طبعا البروجكت شارتر ممكن ينفعني في ايه؟ ان ممكن يبقى عندي هاي ليفل ريكويرمنتس ليها علاقه بالكواليتي، يعني ممكن مستوى كواليتي معين يكون مطلوب من بدايه المشروع او من البروجكت شارتر. ممكن يكون الناس اللي هم كي ستيك هولدرز لما قعدوا في البروجكت شارتر قالوا ان المنتج بتاعنا ده هيكون هاي جريد هاي كواليتي، او هاي كواليتي هاي جريد، هيكون هاي كواليتي لو جريد مثلا فور اكزامبل. فده كان يعتبر هاي ليفل من ديسكريبشنز ليها علاقه بالكواليتي والجريد، هتكون موجوده فين؟ في البروجكت شارتر. هحتاج البروجكت مانجمنت بلان، هحتاج البروجكت دوكيومنتس اي افس او بي اس. الكلمه اللي حابب اذكر حضراتكم بيها ان اللي مكتوب هنا تحت البروجكت مانجمنت بلان ساتش از بات نوت ليميتد تو،
يعني مش بس الاربعه دول، ولكن ممكن تحتاج اكثر، ممكن تحتاج اقل على حسب طبيعه مشروعك. نفس الكلام بالنسبه للبروجكت دوكيومنتس. طيب التولز اند تكنيكس، قال لحضرتك ان طبعا اكيد هتستعين ممكن بالاكسبرت جادجمنت، من اشهر التولز اند تكنيكس عندي الداتا جاذرنج، اتكلم عن البنش ماركينج اللي هو انك تعمل اسقاط او كومباريزون، او انك تقارن مشروع بمشروع، تقارن مثلا بلان ببلان، تقارن هيستوريكال داتا او هيستوريكال انفورميشن موجوده بمشروع، البرين ستورمنج العصف الذهني والانترفيوز. طيب الداتا اناليسيس، هنتكلم دلوقتي على الكوست بنفيت اناليسيس وحاجه اسمها كوست اوف كواليتي، والديسيشن ميكنج اللي هي المالتي كرايتيريا ديسيشن اناليسيس، اتكلمنا عليها في السكوب لو فاكرين، بنعمل زي مصفوفه كده او جدول، والجدول ده بيكون فيه سكور شيت، وفي الاخر بيطلع لي النتيجه، او بعمل زي ويتج الاول للريكويرمنتس وفي الاخر بطلع نتيجه ما. يعني ده اسلوب من اساليب الديسيشن ميكنج. اللي يهمني في التولز اند تكنيكس دي هو الداتا اناليسيس اللي انا اتكلم عليها بعد شويه. الاثنين دول وخاصه رقم 2 فيها سؤال في الامتحان اللي هي السي او كيو او الكوست اوف كواليتي. الكوست بنفيت اناليسيس اللي هي المنفعه مقابل التكلفه، او التكلفه مقابل المنفعه، ايا كان مين يسبق مين. الكوست بنفيت اناليسيس لو تفتكر احنا اتكلمنا عليها قبل كده في البيزنس كيس. البيزنس كيس طبعا، وان كانت هي مش محور دراستنا في البي ام بي، ولكن البيزنس كيس بتعمل الاكسرسايز ده، بتعمل كوست بنفيت اناليسيس، بتشوف والله مثلا التكلفه اللي هتصرفها على المشروع، الاستثمار اللي هتبذله او هتبدا تضخه في المشروع ده، سواء من وقت وجهد وفلوس، والمنفعه اللي هتعود على الاورجنايزيشن من الاستثمار ده، يعني هل المشروع ده يستحق الاستثمار فيه او لا. عشان توصل للاجابه هتعمل كوست بنفيت اناليسيس. الكوست بنفيت اناليسيس قايمه على الالترناتيفز او البدائل او المفضله. يعني ايه؟ يعني في الاخر حضرتك وانت شغال بلان للكواليتي هتقول والله انا حاليا انا بخطط للكواليتي اكتيفيتيز عشان اوصل لايه؟ اوصل اني احقق الريكويرمنتس. طيب الكواليتي اكتيفيتيز بتاعت حضرتك دي، كل ما هتحط عليها ريسورسز، كل ما هتحط عليها اكويبمنتس، كل ما هتحسن فيها، اكيد ده هيبقى له امباكت على الكوست. طيب انا لما بزود كوست، ايه العائد البنفيت بقى؟ ايه العائد في مقابل الكوست اللي بصرفه على تحسين عمليات الجوده؟ هل مثلا اني مثلا لو صرفت فلوس اكتر فور اكزامبل هوصل لجوده اعلى؟ ممكن، مش شرط، ممكن في الاخر انت بتوصل لليمت معامل الكواليتي، مش محتاج كميه الصرف دي، مش محتاج كميه الريسورسز دي، مش محتاج كميه السكيلز او الاكيورسي بتاعت الاكويبمنت مثلا فور اكزامبل، او سكيلز بتاعت مان باور معينه. انت عندك مثلا مشروعك في كواليتي ريكويرمنتس محدده، يعني انت مثلا التاتا 310 او الكيا سورينتو، ممكن الكيا سورينتو مثلا تتجمع مثلا في الشرق الاوسط، تتجمع مثلا في مصر، تتجمع في السعوديه، تتجمع في الامارات، يعني هي بالنسبه للريكويرمنتس بتاعتها تمشي بالنسبه للسكيلز المتوفره في الشرق الاوسط. ولكن ممكن البي ام دبليو ما ينفعش تتجمع في الشرق الاوسط، لان ممكن تكون شويه كومبلكس، شويه فيها المواصفات بتاعتها شويه دقيقه، شويه ممكن التكنولوجيا بتاعتها عاليه، ممكن فيها، هي اوريدي احنا اتفقنا ان هي هاي جريد، جميل. فبالتالي ما ينفعش انت تقول والله لا انا هجيب ريسورسز او سكيلز عاليه جدا واكويبمنت دقيقه جدا عشان تحقق لي الجريد بتاعه البي ام دبليو في الكيا سورينتو. يعني انا هنفذ الكيا سورينتو في الشرق الاوسط، ولكن هجيب ناس واجيب اكويبمنتس واجيب ماتيريالز تحقق الجريد بتاع البي ام دبليو في الكيا سورينتو، رغم انك اصلا مش مطلوب منك هاي جريد. جميل. اذا ده الكوست بنفيت اناليسيس، التكلفه مقابل المنفعه او المنفعه مقابل التكلفه. طيب اذا هو بيقول لحضرتك ايه هنا؟ بيقول لك ان الكوست بنفيت اناليسيس كومبيرز، بتقارن ذا كوست اوف كواليتي ستيب تو ذا اكسبكتد بنفيت، بتقارن الفلوس اللي حاجه هتكلفها على الكواليتي، الفلوس اللي هتصرفها على الكواليتي، تمام؟ وهنفهم بعد شويه الكواليتي ممكن يكلفني في ايه، الكواليتي ممكن يكلفني في ايه، مدى الصرف على الكواليتي ده، والمقابل اللي هيعود على حضرتك او على المشروع قصاد اللي انت دفعته او اللي انت صرفته من فلوس.
الكوست اوف كواليتي او السي او كيو. لو هيجي لحضرتك اسئله في الكواليتي فتاكد 100% ان هيجي لك سؤال في التشارت ده او في السلايد ده اللي هو الكوست اوف كواليتي، تكلفه الجوده. وعشان كده انا زي ما اتفقنا قبل كده طبعا وفي محاضرات كتير، في مناطق بحب اركز فيها شويه يعني اخد فيها وقت، ومناطق تانية يعني بحاول اعديها، ولكن طبعا بنمر عليها ولكن مش بنفس التركيز اللي هنا، لان اللي هنا ده بيبقى دايما شويه مهم ليك كمدير مشروع ومهم كمان في الامتحان. طيب الكوست اوف كواليتي كده انا بتكلم على حاجتين، كوست وكواليتي. كلمه كوست اوف كواليتي على طول ذهن حضرتك هيروح على الكوست بيز لاين، لان تكلفه الجوده تلقائيا هتترجم معاك في الكوست بيز لاين. بحقق جوده بتاعت نشاط بالتالي دي ليها كوست، الكوست ده هيروح لمين؟ لجماعه الكوست مانجمنت، يسمع عندهم في الكوست بيز لاين، ومنها طبعا اكيد هيسمع في البادجت. حلو. الكوست اوف كواليتي مقسوم او السي او كيو مقسوم لقسمين، قسم اسمه كوست اوف كونفورمانس، تكلفه انك عملت كواليتي او حصل توافق مع ريكويرمنتس اللي هو الكونفورمانس ده، وفي كوست اوف نون كونفورمانس. جميل. يعني في تكلفه لانك عملت جوده او طبقت جوده او عايز تحقق جوده، دي لها تكلفه. ولو ما حققتش جوده او يعني ما رغبتش انك تحقق جوده او اهملت او اغفلت او حتى تعمدت انك ما تحققش جوده، برضو ليها تكلفه. اذا الاثنين هيسمعوا فين؟ في الكوست بيز لاين. طيب جميل. الكوست اوف كواليتي برضو مقسوم لحاجتين، الكوست اوف كونفورمانس مقسوم لحاجتين، واحدة اسمها prevention cost، واحدة اسمها appraisal cost. prevention cost، كلمة prevention يعني اتفقنا قبل كده، prevention يعني منع، بحاول امنع ان المنتج المعيب يوصل حتى الانسبكشن نفسه، مظبوط، ومن الانسبكشن يوصل للعميل. يعني في prevention على مرحلتين، مرحلة في الـ QA اللي هو اثناء التنفيذ بتاع البروسيسز، ومرحلة تانية اني همنع المنتج المعيب يوصل لمين؟ للكاستمر. عندي تو باريرز. جميل. طيب تكلفة البريفنشن ممكن تكون ايه؟ تكلفة البريفنشن اني ممكن اعمل تريننج اوكي؟ تريننج للناس اللي شغالة معايا في المشروع اللي هم الليبرز او الموظفين، ده تكلفة. توثيق العمليات نفسه اكيد لو كوست، لان اكيد احتاج ناس تشتغل معايا في المشروع توثق الكلام ده. الاكويبمنت اللي انت هتجيبها عشان تحقق الكواليتي دي، اكيد انت هتجيب اكويبمنت بمواصفات معينه عشان تحقق لك الكواليتي اللي مطلوب منك، سواء بقى الكواليتي ده عالي ولا مش عالي، مش قضيتي. انا دلوقتي قضيتي ان انا عايز احقق السبيسيفايد كواليتي. السبيسيفايد كواليتي هيتحقق باكويبمنت معينه، اذا تكلفه الاكويبمنت دي سواء ايجار او شراء او صيانه، ده كوست اندايركت او اندايركت كوست او دايركت كوست، في الحالتين هتبقى كوست اوف كواليتي وهتبقى بريفنشن كوست. تايم تو دو ات رايت، انت لما حضرتك بتشتغل عمل معين او تاسك معين وعايز تطلعه بشكل جيد او شكل فيه نوع من انواع الكونفورمانس، بالتالي محتاج وقت to be spent عشان توصل لده. اكيد يعني مش كل حاجة بتخلص في ثانية او في دقيقة، في حاجات بتحتاج وقت عشان تطلع بالمستوى المطلوب. المستوى المطلوب ده يعني فلوس، الوقت المطلوب ده يعني فلوس، يعني كوست. هتندرج تحت مين؟ تحت البريفنشن كوست. عندي حاجة تانية اسمها الابريزل كوست. البوابه الثانيه بتاعه البريفنشن او بتاعه المنع هتكون الابريزل. يعني عشان بس ايه، ممكن اكون انا ما وضحتش الموضوع ده في من لحظات، يعني الثاني عشان بس الفكره تتجمع. الكوست اوف كونفورمانس، كوست اوف كونفورمانس مقسوم لحاجتين، حاجه اسمها بريفنشن كوست وحاجه اسمها ابريزل كوست. انا هدفي ان يمنع المنتج المعيب يوصل لمين؟ يوصل للانسبكشن، او من الانسبكشن يوصل للكاستمر. الكلام ده المنع ده هيتم
على مرحلتين او ما هيتم بتكلفتين، تكلفه للبريفنشن وتكلفه للابريزل. حلو كده عشان بس ايه الامور تتحط في نطاقها الصحيح. تكلفه البريفنشن هتكون في التريننج، التدريب، في الدوكيمنت بروسيسز، او في الاكويبمنت، او في التايم تو دو ات رايت. ده تكلفه تحت البريفنشن كوست. في طريقه ثانيه اللي هي الابريزل كوست او طرق التقييم. طرق التقييم زي ايه؟ زي التستنج زي الديستراكتيف تستنج لوس والانسبكشن. يعني ايه التستنج؟ يعني الاختبار، هتختبر مثلا درجه حراره، هتختبر مثلا وزن، هتختبر ايا كان الاختبار، تختبر مثلا كومباكشن ضغط، ايا كان الاختبار بتاعك. في الاخر في معمل هتحصل فيه التست او تيست اكسبيرمنت او تجربه الاختبار. الديستراكتيف تيستنج لوس اللي هي لما حضرتك بتعمل تيست بيحصل ان العينه اللي انت عملت عليها تيست ربما وفي الغالب بيحصل فيها دامجز، فبالتالي العينه دي خلاص بتخرب بتبوظ. طب العينه اللي خربت دي اكيد ليها ايه؟ ليها تكلفه. يعني مثلا السياره مثلا زي الكيا سورينتو او البي ام دبليو حابين يعملوا اختبار على السيفتي كواليتي، جوده الامان في السياره. فبيجي مثلا ممكن لو بتشوف حتى على اليوتيوب مثلا ممكن يبقى في فيديو السياره بيكون راكبها مثلا زي روبوت كده، والسياره بتمشي بسرعه معينه وبتخبط ممكن في حائط او في جدار، وبعدين بيشوف كميه الدامجز اللي حصلت فيها. السياره دي اللي اوريدي حصل عليها التست بقت ديستراكتيف تيستينج لوس. حلو، اذا دي ليها تكلفه هتضاف على ايه؟ على الكوست اوف كونفورمانس. دي تكلفتي اللي انا بدفعها عشان اوصل للكواليتي. حلو، الانسبكشنز بقى هي الفحص. طبعا عندي التست اللي هو التجربه المعمليه، ممكن بتعمل فحص باي حاجه، بتضيف مثلا ماده على ماده، بتضيف مثلا بتعمل مثلا تيست زي ما اتفقنا بوزن، التست بالكومباكشن، ايا كان الاختبار. الانسبكشن فحص، تفحص المنتج فيزيكالي بقى، بتشوف انت بقى المنتج ده درجه لونه مظبوطه، بتشوف مثلا ابعاده تمام، الميجرمنتس بتاعته، ممكن الشكل، الديزاين، كل دي ليها علاقه بمين؟ بالانسبكشنز. الانسبكشن بيلزمه انسبكتور، حد بيفحص المنتج. الانسبكتور ده يعني ريسورس، والريسورس يعني فلوس. اذا بريفنشن كوست معناها بيلد ا كواليتي برودكت، اوكي، او الهدف بتاعها انك بتبني منتج كواليفايد. طيب الابريزل اسس ذا كواليتي، اسس ذا كواليتي، انت بتقيم الكواليتي في المنتج. طيب جميل، قال لك ماني سبنت، تعريف بقى الكوست اوف كونفورمانس، ماني سبنت ديورينج ذا بروجكت تو افويد فيلرز، عشان اتجنب ايه؟ الاخطاء او العيوب او المشاكل او ايا كان بقى. سواء لو احنا بنتكلم مثلا في كونستراكشن، فمثلا ممكن نتجنب الكراكس، نتجنب مثلا الانهيار لا قدر الله، نتجنب الهبوط. لو بنتكلم على سوفت وير بنتكلم عن مثلا عن بطء الجهاز او بطء السوفت وير، نتكلم عن الباجز، كم التهنيجات اللي ممكن تكون موجوده فيه. يعني كل مجال على حسب ايه الريكويرمنتس او السبيكس بتاعته، ولكن انا بصرف فلوس ديورنج ذا بروجكت تو افويد فيلرز. طيب مهندس احمد راتب بيقول لا، هو المنطقه دي مهندس احمد راتب منقسمه لاثنين، لاشورنس وكنترول، يعني مقسومه للكيو اي وكيو سي. بيسال هو مهندس احمد بيقول يعني ده معناه ان ده بيتم في الاشورنس؟ لا، لان حضرتك لما فيه تعمل كيو سي او كواليتي كنترول، وطبعا بتعمل انسبكشن للمنتج قبل ما يوصل للعميل، هو ده برده جوه المشروع، جوه ايه؟ جوه المشروع. ولكن في اشورنس ده له نظام اللي هو الكيو اي، وهنشوفه في العمليه الجايه اللي هي المانج، وفي الكيو سي العمليه اللي بعدها اللي المنتج خلاص بيبقى خلص وحضرتك بتعمل عليه انسبكشن قبل ما يوصل للعميل. فالاثنين جوه المشروع، فبالتالي الفلوس اللي بتتصرف سواء بريفنشن كوست او ابريزال كوست هي لسه ديورينج ذا بروجكت. طيب كوست اوف نون كونفورمانس، تكلفة عدم تطابق او تكلفة عدم الجودة. التكلفة دي مقسومة لاثنين، هي كوست اوف نون كونفورمانس، ودي برضه هتسمع معايا في مين؟ في الكوست بيز لاين.
اول واحده هي internal failure cost والتانيه external failure cost. اذا واحده internal واحده ايه external. طيب الانترنال عباره عن ايه؟ الانترنال فيلرز فاوند باي ذا بروجكت، يعني الناس وهي شغاله لقت اخطاء، حصل اخطاء في الشغل، فانت تعالج خطا هتعالج خطا ازاي؟ هتعمل ري وورك او يحصل سكراب. يعني مثلا جيت نفذت مثلا مثلا سوفت وير او ابلكيشن بطريقه غلط، عملت مثلا بنيت جدار مثلا بدي ريكويرمنتس غلط، جدار مثلا كان مطلوب مثلا طوب او بلوك مثلا 20 نفذته انت 10 مثلا، الجدار ده مثلا المفروض يكون مايل بنسبه معينه له تولرانس معين، انت التولرانس او تخطيت الكنترول ليميتس كده انت عملت خطا. فالفيلرز لسه ما وصلش للعميل، لحد دلوقتي احنا فين؟ في الانترنال فيلرز او انترنال فيلر كوست، فيلرز فاوند باي ذا بروجكت. هيحصل ايه؟ هيحصل ريورك، اعاده الاعمال اللي فيها مشاكل، وسكراب لما تيجي تهد الجدار او تفك الموبايل تاني او تبدل قطعه من الكمبيوتر او ايا كان، يحصل سكراب، يحصل زي اهلاك لحاجه معينه، البلوك ده خلاص هيترمى او الحديد اللي عندك هيترمى او ممكن جزء من الكمبيوتر هيترمى، فده سكراب. ده كمان له ايه؟ له تكلفه. طب تكلفه جايه منين؟ تكلفة جاية من ان حضرتك او التيم اللي معاك ما حققتش الكواليتي، سواء كواليتي اشورنس او كواليتي ايه كنترول. اذا تكلفة عدم تطابق الجودة الانترنال اللي حضرتك بتشوفها او بتمسكها كده وبتقفشها جوه المشروع هتكون ليها علاقة اما بري وورك او بسكراب، يعني ليها نتائج او سوري تكلفة الري وورك، تكلفة اعادة الاعمال او تكلفة السكراب. طيب في بقى external failure cost ودي الاخطر، دي بقى المصيبة الكبرى، ان هي failures found by the customer. failures found by the customer بغض النظر انك ممكن هتعمل برضو rework على فكرة، ان في خطأ حصل والعميل هو اللي شافه، العميل هو اللي جاي يستلم، الاستشاري في construction جاي يستلم منك، ده ممثل الكاستمر جاي يستلم منك، لقى في اخطاء، الكاستمر جاي يستلم منك الكيبورد او جاي يستلم منك اللابتوب لقى فيه مشاكل، مشاكل ليها علاقه بالكواليتي، جميل؟ فبالتالي تعمل ايه؟ هتعمل ريورك وممكن يحصل برضه سكراب على فكره عادي، سواء انترنال او اكسترنال خلي بالك، بس هو هنا ايه شويه مفصلها عشان يوضح لك الفكر. المصيبه بقى لو لقى الكاستمر الاخطاء بيبقى فيه مشكله ليها علاقه بالليابيلتيز، مسؤوليات كشركه، طبعا اكيد حضرتك مسؤول عن الاخطاء دي قدام العميل طبعا وما يتبعه من توابع. النهارده انت ما سلمتش المنتج بالكواليتي المطلوبه فمشروعك ممكن يتاخر، في بيناليتيز، في مشكله مع الاثوريتيز هتبقى موجوده، في توابع هتكون موجوده للموضوع ده، وطبعا في كونتراكت وفي غيره. اذا في مشكله في الليابيلتيز، في مشكله في الورانتي وورك، ممكن الورانتي وورك يتاثر، بمعنى ان ممكن لو انت عندك ورانتي مثلا فور اكزامبل سنه، ممكن بسبب خطا زي ده تمده للعميل 5 سنين عشان العميل يطمن للمنتج اللي لقى فيه اخطاء مرة او اتنين او اكتر. ممكن يوصل بقى الموضوع لاخطر من كده، ان الشركة بتاعت حضرتك تخسر البيزنس، لوست بيزنس، ودي مشكلة كبيرة جدا. ممكن فعلا مشروع او عدة مشروعات في شركة تطلع low quality products تسبب ان الشركة تخسر البيزنس بتاعها في الماركت او تخسر الماركت شير الموجودة بتاعتها، الحصة السوقية بتاعتها. تعريف الكوست اوف نون كونفورمانس قال لك money spent during and after the project because of failures، يعني حضرتك خلصت المشروع فبالتالي انت خلاص مشروع خلص، ومع ذلك الكاستمر هو بيستلم المنتج النهائي لقى فيه مشاكل، هنا مشكلة كبيرة. طبعا ممكن تعمل ريورك، يحصل سكراب، ممكن خلاص بما ان مشروع خلص ممكن ما تعيدش اصلا الشغل تاني، يقول لك لا خلاص انا هستلم منك المنتج المعيب ولكن هتديني مدة مثلا مدة اطول في الضمان، ممكن تتحمل كل التبعيات اللي هي علاقة بالمنتج المعيب، ممكن شركتك تخسر البيزنس مع الكاستمر ده او تخسر الماركت شير في السوق، يعني هيبقى فيها ليها توابع طبعا ليها علاقة باللو كواليتي. فكرة طبعا الكوست اوف نون كونفورمانس على فكرة مش بس مش شرط تكون بس افتر ذا بروجكت على فكرة، لان انت
احنا فاكرين احنا برضو احنا بنسلم، ممكن نسلم العميل بارشلي ديليفرابلز، بارشلي ديليفرابلز عادي جدا. انت النهارده ممكن تسلم العميل جزء من اللاب، او جزء مثلا من الويب سايت، وبعدين جزء تاني، وبعدين جزء تالت، وهكذا. بالتالي برضو مش شرط يكون افتر ذا بروجكت، لان برضو النقطه دي في البي ام بي لازم توضح. يعني ممكن عشان تسهل على نفسك بقى كمان استلام العميل في الفاليديت سكوب، اكيد هتهتم انك كل ديليفرابل تكون اصلا كبروجكت مانجر، بحكي كل ديليفرابل تكون كواليفايد من ناحيه الكواليتي، فالفاليديت سكوب يلاقي سهوله في تسليم العميل رسمي. فبالتالي وانت بتقفل مشروعك في الاخر وبتسلم العميل الفول برودكت، عندك مجموعه من الديليفرابلز مستلمه، فبالتالي هيكون الاستلام النهائي سهل على حضرتك وسهل كمان على الكاستم. طيب التولز اند تكنيكس الثانيه عندي التست اند انسبكشن بلاننج. طبعا احنا اتكلمنا على التست والانسبكشن والميتنجز والداتا ريبريزنتيشن. زي ايه؟ زي حاجه زي الفلوت شارت. الفلوت شارت يا جماعه يمكن اتكلمنا عليه قبل كده بس هنعيده تاني النهارده ان شاء الله. الفلوت شارت هو تسلسل العمليات بشكل عام، سواء بقى ليه علاقه بالكواليتي، ليه علاقه بالسبلاينج، ليه علاقه بالريسورسز، ليه علاقه بالبروكيورمنت، ايا كان. ممكن اعبر عن تسلسل او فلو بتاع نقاط معينه او بروسيس معينه بحاجه اسمها الفلو تشارت. اشهر المودلز حاجه اسمها سيبك، سيبك موديل. سيبك موديل ده جاي اختصار لايه؟ كلمه سبلاير، انبوت، بروسيس، اوتبوت، كاستمر، يعني اس اي بي او سي. ده مثال من الامثله يعني سيبك موديل بدون الدخول في التفاصيل، ولكن بيقول لك مثلا فور اكزامبل عندي سبلاير بيورد لي مواد، المواد دي تدخل انبوتس على عمليات، تطلع اوتبوتس للكاستمر في صوره ايه؟ ديليفرابلز. الديليفرابلز دي ممكن حققت ريكويرمنتس او ما حققتهاش، الراجل ده له راي، له فيدباك بعد الانسبكشن، ممكن اضطر ارجع تاني على ايه؟ على البروسيس، احسن وارجع تاني اعمل اوتبوت للكاستمر. ممكن يكون في مشكله في الماتيريال هنا في البروسيس، فبالتالي ارجع تاني للسبلاير اللي جاب لي الماتيريال، جاب لي الايكويبمنت، جاب لي ايا كان الريسورسز اللي جات لي في المشروع، ارجع اعمل برده فيدباك ليه، وبالتالي يحسن ده او يغيره، يعمل لي انبوتس توصل للبروسيس، يطلع منها اوتبوتس توصل للكاستمر. وبالتالي هو ده الفلو تشارت او نموذج من نماذج الفلو تشارت اسمه السيبك موديل. الاوتبوتس بتاعتي اللي ممكن تطلع معايا اشهرها طبعا الكواليتي مانجمنت بلان والكواليتي ماتريكس. لو بدانا بالكواليتي ماتريكس، الكواليتي ماتريكس يعني ايه؟ يعني القياسات او الميجرمنتس اللي عندك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك مثلا سواء during the process او في المنتج النهائي بعد انتهاء البروسيس وعملت المشروع وعملت البرودكت بتاعك او الديليفرابل، في عندي كواليتي ماتريكس. لو قلنا خلال البروسيس مثلا البلان هتقول لك والله مثلا مفروض، مفترض يعني عشان احقق الكواليتي، مفروض عدد الفحوصات اللي بتفشل مثلا ما تزيدش عن 5%، مفروض مثلا عدد التهنيجات اثناء البجز، عدد البجز الموجوده في تجربه السوفت وير ما تزيدش عن 10% اثناء ايه؟ اثناء البروسيس. مثلا بعد الكواليتي، بعد ما خلصنا الديليفرابل، ممكن والله تعالى نشوف بقى الموبايل بتاعي ده، ممكن الموبايل ده زي ما اتفقنا هيبقى له ماتريكس معينه، سواء بقى له ابعاد، له وزن، له حجم، له الوان، بالتالي ده هيبقى له سبيكس او وصف او توصيف. البعد مثلا فور اكزامبل 5 مثلا 5 5 سنتي، سوري العرض 5 سنتي، الطول مثلا 11 سنتي، الوزن مش عارف مثلا سي 100 جرام، الشاشه مثلا سي 7 انش او 6 انش، الكاميرا مش عارف كام ميجا بكسل. كل دي كواليتي ماتريكس. طب دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني لما اروح اعمل كواليتي كنترول ولما اسلم العميل الديليفرابل، صح؟ لان في الاخر اللي بيني وبينه ايه؟ ريكويرمنتس، صح؟ الريكويرمنتس دي متحققه هنا في الكواليتي ماتريكس. اما اجي اعمل هنا بقى كواليتي كنترول، اشوف الكواليتي ماتريكس اللي البلان اتكلمت عنها، الميجرمنتس البلان اتكلمت عنها متحققه في المنتج او لا. اذا متحققه هعمل اتس اوكي، هعمل ابروفال على المنتج، اقول له ده فيريفايد ديليفرابلز،
ابعتوا للسكوب مانجمنت تيم يوصلوه للعميل ياخدوا منه فورمال اكسبتنس. اذا دي الكواليتي ماتريكس. الكواليتي مانجمنت بلان المنتج الديليفرابل او سوري الاوتبوت المهم برضو عندي وده يعتبر رقم واحد اكيد برضو هي كومبوننت من البروجكت مانجمنت بلان طبيعي مكون من مكونات خطه اداره المشروع. Describes the activities and the resources necessary الانشطه والموارد اللي احنا محتاجينها لايه for the project management team للفريق بتاع العمل بتاع المشروع to achieve the quality objectives. جميل. الكواليتي مانجمنت بلان should be reviewed early يعني مبكرا في المشروع. يعني كل ما بكرت اكتر انك تعمل ريفيو للكواليتي فانت كده بتلحق الاخطاء انها تتم من بدري. يعني ما ينفعش مثلا ايه فور اكزامبل تسيب الدنيا تمشي وفي الاخر تراجع الكواليتي مانجمنت بلان، ساعتها ممكن ما يبقاش ليها لازمه، ما يبقاش ليها فايده. كل ما عملت ريفيزيت وريفيو للكواليتي مانجمنت بلان ابكر يعني ايه او بدري عن ايه؟ بدري عن الدخول في تنفيذ اعمال ممكن تتاثر بعدم مراجعتك للكواليتي مانجمنت بلان. داخل انفذ مثلا اعمال معينه ايا كان المجال بتاعي وانا مش مراجع الكواليتي مانجمنت بلان، مش عارف اصلا المانج كواليتي ممكن يتم ازاي، الكيو اي ممكن يتم ازاي، الكيو سي ممكن يتم ازاي، فبدخل في البروسيس وخلاص. مظبوط. طبعا اكيد مهندس احمد فكره ان اعمل ريفيو للكواليتي مانجمنت بلان بشكل مستمر وبشكل ايرلي عن الدخول في عمليات ممكن تتاثر بيها ده من ضمن البريفنشن على فكره. صح مظبوط. انا ممنع، انا كده خد بالك انا كده برو اكتف. وكلمه برو اكتف ريليتد اكتر بمين؟ بالكيو اي. الري اكتف ريليتد بمين؟ بالكيو سي. جميل. فانت بتدي نفسك فرصه انك تراجع الكواليتي مانجمنت بلان ايرلي اس بوسيبل. اوكي. طيب عندي مثلا ايه الكومبوننتس ممكن تكون موجوده عندي في الكواليتي مانجمنت بلان؟ قال لك ممكن كواليتي ستاندردز تكون موجوده، كواليتي اوبجكتيفز، كواليتي رولز اند ريسبونسابيلتيز. ودي نقطه مهمه، المهام والمسؤوليات اللي عندك في المشروع ليها علاقه بالكواليتي. الكواليتي ان جنرال كمصطلح هي مسؤوليه الناس كلها، ولكن في تيم هيكون شويه مختص بالكيو سي وبالبلان. اوكي. مثلا فور اكزامبل هعين مهندس احمد للبلاننج وعين مثلا مهندس محمد سيد للكيو سي، ولكن الكيو اي او الكواليتي اشورنس او المانج كواليتي فهي فعليا وحرفيا مسؤوليه الجميع. انك تشتغل السكيدجول مثلا بتاعك او الكوست بيز لاين او تشتغل في تنفيذ اي حاجه ليها علاقه بالبرودكت او تشتغل بتنفيذ اي حاجه ليها علاقه بالبروجكت مانجمنت، مجرد انك بتعمل بروسيسنج للكلام ده لازم تشتغله ب او اسبير ذا كواليتي ريكويرمنتس. دي مسؤوليتك انت، بغض النظر ان في تيم تاني اسمه كيو سي هيشيك تاني عليك، لان احنا زي ما اتفقنا بريفنشن از بريفيرد اوفر ايه اوفر انسبكشن. طيب بيقول لك برضو فيها برضو هيكتب البروجكت ديليفرابلز والبروسيس سبجكت تو كواليتي ريفيو. انا في الاخر هطلع ايه من المشروع ده ديليفرابلز والعمليات اللي هوصل بيها لتحقيق الكواليتي. طبعا اللي هي ثلاث عمليات في البي ام بي، الكيو سي، الكواليتي كنترول اند كواليتي مانجمنت اكتيفيتيز. في انشطه هعملها وانا بعمل كيو سي، اكيد طبعا في انشطه معينه ممكن ما تذكرش هنا في البي ام بي ولكن تكون موجوده حسب المجال بتاع حضرتك، سواء كونستراكشن، سواء مجال طبي، سواء مجال صناعي، سواء مجال زراعي، مجال اي تي، ايا كان في اكتيفيتيز هتنفذها عشان تحقق الكيو سي. الكواليتي تولز، الادوات اللي هتستعين بيها، الكواليتي تولز هتستعين بيها وانت بتعمل مانج للكواليتي وانت بتعمل كيو سي او كنترول للكواليتي. طبعا الميجر بروسيجرز ريليفنت فور ذا بروجكت such as dealing with non-conformance, corrective actions, procedures and continuous improvement procedures. يعني لو انت عندك non-conformance في المشروع هتعمل ايه بالنسبة للريورك، بالنسبة للسكراب، corrective actions هيتم ازاي، اللي هو الاكشن التصحيحي هيتم ازاي، حتى البريفنتيف اكشن هيتم ازاي، في اجراءات معينة، في ستيبس معينة. وخلي بالك ممكن تحتاج انك تعمل escalating للtop management بتاعتك لو تحقيق الكواليتي
انت مش قادر توصل له، او في نقطه معينه مش قادر توصل لها بناء على الاثوريتيز اللي عندك من الشركه. يعني ممكن كمدير مشروع يكون عندك اثوريتي معينه، بالتالي انت عشان توصل للكواليتي دي فانت محتاج دعم من مين؟ من الشركه. طيب عشان توصل للدعم ده فانت هتحتاج تعمل سكليتنج للايشوز اللي عندك ومؤثره على الكواليتي، وخاصه في منطقه ايه؟ في منطقه الانترنال اي اف. انترنال اي اف اللي ليها علاقه بالشركه، الشركه بتاعتك بتقول لهم لو سمحتم جيبوا لي بقى ريسورسز سكيلد، لو سمحتوا ادوني المعدات الكويسه اللي تشتغل بطريقه فيها اكيورسي، مثلا وفروا لي مثلا بيئه مناسبه للعمل، وفروا لي مكاتب كويسه نشتغل فيها، ايا كان ايه اللي ممكن الشركه توفره لك من انترنال اي افس، هتحاول تعمل سكليتنج طبعا عشان تكواليفاي برضه بالظبط سكيلد هيومن ريسورس. الله ينور عليك مهندس احمد، عشان تكواليفاي الكواليتي ريكويرمنت. انا هقف هنا هاخد بريك. طبعا دي الكواليتي مانجمنت بلان، ده نموذج منها وموجود في كتاب البوك اوف فورمز. بسم الله. هنتكلم دلوقتي طبعا عن عمليتين تانيين بقى في الكواليتي مانجمنت. اول عمليه هي اللي هي البلان، عرفنا يعني ايه بلان وهاو تو بريبير ذا بلان. في انبوتس تولز اند تكنيكس، وعندي اوتبوتس اشهرهم الكواليتي مانجمنت بلان والكواليتي ماتريكس. هنروح بقى على عمليتين تانيين، عمليه اسمها المانج كواليتي، ودي العمليه دي موجوده في الاكسكيوتنج، وعمليه تانية اسمها كنترول كواليتي وموجوده فين؟ في المونيتورنج اند كنترول. لو هنبدا بالمانج كواليتي، قال لك المانج كواليتي هي ترانسليتنج ذا كواليتي مانجمنت بلان انتو اكسكيوتابل كواليتي اكتيفيتيز that incorporate the organization quality policies into the project. هترجم اللي اتقال في الخطة بتاعة الكواليتي تمام لأنشطة تنفيذية للجودة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني من اخر كده انا مش عايز اقولها صراحة، ولكن تقدر تقول ان المانج كواليتي هي تعتبر كواليتي كنترول، ولكن during the process هتاخد اللي موجود في البلان في الكواليتي مانجمنت بلان وتطبقه اثناء تنفيذ او اثناء الوصول للغايه او الاوبجكتيف او التارجت بتاع المشروع، الا وهو البرودكت ريكويرمنتس من ناحيه الكواليتي بتكلم. اذا الوسيله هي تنفيذ مجموعه من الانشطه ومن العمليات، والغايه هي الوصول لمنتج كواليفايد. المنتج كواليفايد ده الغايه، هشيك عليه امتى؟ المنتج كواليفايد او الديليفرابل الكواليفايد هشيك عليه عامه في الكنترول كواليتي عن طريق جماعه الكيو سي. بس انا حاليا بريفنشن از بريفيرد اوفر انسبكشن، مش هستنى لحد ما اوصل بفاينل برودكت او بديليفرابل خلاص اوديه للكواليتي كنترول يشيكوا عليه يلاقوا المنتج ده معيب، فللاسف هيرجع تاني ريورك ويحصل فيه سكراب. لا، وانا بنفذ المنتج وانا بعمل الجدول الزمني وانا بعمل الكوست بيز لاين وانا بعمل الكواليتي عامه في البروجكت مانجمنت بتاعتي ان جنرال كلها، بشيك على الجوده، بشيك على الريكويرمنتس بتاعتي عشان اوصل في الاخر لمنتج يكون اولا مقبول من الكيو سي، ثانيا مقبول من العميل. اللي عايز الفت النظر ليه، خد بالك فكره الكواليتي كمان ليها علاقه بكل نوليدج اريا تمس الريكويرمنتس او مستوى تحقيق الريكويرمنتس. يعني لو عندي ريسك هيأثر على تحقيق او درجه تحقيق الريكويرمنتس فهو بيأثر على الكواليتي. لو البروكيرمنت راحوا تعاقدوا مع سبلاير او سب كونتراكتور هاي كواليفايد، او راجل يعني عنده كفاءه عاليه جدا في توريد المواد او توريد الريسورسز او توريد البضائع او ايا كان، او سب كونتراكتورز في تنفيذ الاعمال، فهو بيساعد برضو جدا في تحقيق الكواليتي. نفس الفكره بالنسبه للريسورس مانجمنت، نفس الفكره بالنسبه للسكيدجول، نفس الفكره بالنسبه للكوست وهكذا. اذا حضرتك مهتم بالكواليتي بتاعه المشروع كبروجكت وكبرودكت، مش بس البرودكت اللي هيطلع. فعشان كده انا عايز اوصل للبرودكت اللي هيطلع ده انه يكون ايه؟ يكون كواليفايد. مش هوصل له اني اسيب الدنيا تمشي عادي جدا، بتوع الريسورسز يشتغلوا، بتوع الريسك وبتوع البروكيرمنت وتنفيذ العمليات في السايت او تنفيذ العمليات في الواقع
كل ده مش هسيبه انا يتم وفي الاخر اروح والله يا جماعه الكيو سي اخبار الدنيا ايه. لا والله 50% من الاعمال تم قبولها و50% للاسف هترفض ويحصل ري وورك تاني. اللي انا بقوله ده هيحصل دلوقتي during the process اللي هو ايه المانج كواليتي. بيقول ان الكي بنفيت بتاعتها ان it increases the probability احتمالية of meeting the quality objectives. اكيد طبعا ان انت بتزود احتمالية قبول او نسبة قبول المنتج. لان انت النهاردة تاني انت مش هتستنى، لا انت راجل هتشتغل بالبرو اكتيفيتي، هتكون راجل سباق، هتشوف بقى ايه المشاكل اللي ممكن عندك تقلل من الكواليتي او تعمل ديفكتس او ايروز من دلوقتي اثناء التنفيذ هتعالجها. عندك مثلا ريسورس مان باور ما عندوش سكيلز عاليه، يا اما تدربه يا اما تمشيه. اكويبمنت ما فيهاش اكيرسي، يا اما تجيب واحده ثانيه يا اما تشتري يا اما تاجر يا اما تصلحها. في طريق في بروسيجر معين بيبطئ الموضوع، تعمل نيجوشيشن مع الفانكشن مانجر بحيث انك تسرع الدنيا فتحسن الكواليتي. فاهمني؟ فانت بتوصل لايه للنقطه دي اثناء البروسيسنج، مش هتستنى لنهايه الكواليتي بروسيس وتوصل للكيو سي وتتفاجئ ان عندك منتج معيب. خلينا نشوف. بيقول لك المانج كواليتي sometimes called quality assurance، ده اللي احنا حكينا عليه من شويه. وان كان بيقول يعني ان كان مصطلح المانج كواليتي يعني هذا برودكت ديفينيشن، لان طبعا ممكن يوصل لنون بروجكت ورك، يعني ممكن يبقى عندك مانج كواليتي في الاوبريشن فور اكزامبل. بس احنا خلينا نعرفها كده ببساطه ان المانج كواليتي بالنسبه لنا هنسميه كواليتي اشورنس. بيقول لحضرتك في اداره المشروعات التركيز بتاع الكواليتي اشورنس از اون ذا بروسيسز يوزد ان ذا بروجكت. حاليا التنفيذ الحالي وانا شغال بهتم بالكواليتي حاليا، تمام. It involves following and meeting standards. اكيد طبعا اذا عندك اي ستاندردز لازم الكواليتي اشورنس هتهتم بتطبيق الستاندردز والاورجانيزيشن بوليسي ريليتد بالكواليتي اثناء التنفيذ. طيب المانج كواليتي كمان مش بس ده، لا المانج كواليتي كمان هتهتم ب هتاخد ان كونسيدريشن البرودكت ديزاين اسبيكتس، جوانب تصميم البرودكت طبعا، وكمان الكونتينوس بروسيس امبروفمنت. يعني من الفوائد ومن البنفيتس اللي انا هتعود عليا كبروجكت وكشركه لما اعمل كيو اي، مش بس هوصل او اقلل احتماليه وصول منتج معيب للكيو سي، لا انا كمان هاخد بنفيت ثانيه ان احسن العمليات اللي عندي فين في المشروع وفي الشركه. طيب مانج كواليتي ورك ويل فول اندر ذا كونفورمانس ورك كاتيجوري، ده اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه، ان البريفنشن كوست هيكون له علاقه برضو بمدى الكواليتي اشورنس او المانج كواليتي اللي حضرتك بتعمله في المشروع. لان انت كل ما بتعمل كواليتي اشورنس بشكل جيد بشكل محترف، كل ما بتعمل مانج كواليتي معناها انك بتعمل بريفنشن للفيلرز، بريفنشن للديفكتس، انها توصل حتى لمرحله الابريزل لمرحله التقييم اللي هي المرحله الثانيه. طيب المانج كواليتي از كونسيدرد ذا ورك اوف everybody، ودي اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. قلنا الكواليتي ان جنرال مسؤوليه الناس كلها، ولكن ممكن يبقى عندي يعني شويه سبيشاليست في البلاننج وسبيشاليست في الكيو سي، ولكن المانج كواليتي تحديدا بقى المانج كواليتي تحديدا هي فعلا مسؤوليه الجميع. كل الناس اللي موجوده في المشروع هتكون مسؤوليتها المانج كواليتي، وان كان برضو ان في تيم او مانجمنت للكواليتي وفي نوليدج اريا عندي في البي ام بي وفي تيم زي ما اتفقنا مخصص للكواليتي، ولكن كل الناس اللي في المشروع لازم تكونسيدر الكواليتي اثناء التنفيذ. طيب inputs tools and techniques outputs، هيبقى عندي project management plan project documents OPS tools and techniques. هنتكلم عن الداتا اناليسز بعد شويه، دي اهمهم بالنسبه لي، ولكن عندي داتا جاذرنج وعندي ديسيشن ميكنج وعندي داتا ريبريزنتيشن، هنتكلم برضو عن الداتا ريبريزنتيشن. طيب من ضمن الداتا ريبريزنتيشن، او خلينا قبل ما نوصل للداتا ريبريزنتيشن خلينا نقول نتكلم عن الداتا اناليسز سريعا.
الالترناتيف اناليسيس اتكلمنا عليها قبل كده، المفضله تحليل البدائل، موضوع سهل. الدوكيمنت اناليسيس هتاخد بقى حضرتك كل الدوكيمنتس بتاعت المشروع المتوفره اللي اسمها ايه، بروجكت دوكيمنتس. البروجكت دوكيمنتس يعني مثلا زي البروجكت سكيدول فور اكزامبل، ده دوكيمنت، ريسك ريجستر، ستيك هولدر ريجستر، كل الدوكيمنتس اللي عندك اللي ممكن تستعين بيها في تحقيق الكواليتي اثناء التنفيذ. البروسس اناليسيس تحليل العمليات نفسها، ممكن لما تيجي تعمل بروسس اناليسيس تحليل العمليات اللي هتنفذ بيها الكواليتي او هتساعدك لتنفيذ الكواليتي في المشروع، كمان هيساعدك على الكيو اي. الروت كوز اناليسيس، وده هناخده بعد شويه في الكيو سي وهنشوف يعني ايه اصلا روت كوز اناليسيس. طيب الداتا ريبريزنتيشن، عندي مثلا حاجه زي افينيتي دايجرام. افينيتي دايجرام اتكلمنا عليه في السكوب. افينيتي دايجرام عباره عن بس جروبنج، تعمل جروبس هيساعدك ممكن في تحديد مثلا الوسائل المساعده ليك في تحقيق الكواليتي. ممكن يعمل لك مثلا جروبنج للديفكتس المتوقعه، جروبنج للريسورسز اللي عندك هتستخدمها في تحقيق الكواليتي، جروبنج للبروسيس اللي هتستخدمها في تحقيق الكواليتي. يعني في الاخر ده الدايجرام فكرته الاساسيه انك تعمل جروبنج ل سواء بقى اكتيفيتيز، جروبنج لريسورسز، جروبنج للبروسيس، جروبنج لتولز، ايا كان. ولكن الدايجرام ده فكرته جروب 1 جروب 2 جروب 3 جروب 4، بس جروبنج لاكتر ولا اقل. هنا حاجه زي دي من الحاجات المهمه، الكوز اند افكت دايجرام. الكوز اند افكت دايجرام بيطلق عليه اكتر من مسمى. في عندي مسمى اسمه فيش بون دايجرام، وفي الواي واي دايجرام والايشيكاوا. حلو، كم مسمى؟ اربع مسميات، اي واحد منهم يجيلك في الامتحان تبقى حضرتك عارف انه نفس الفكر. تم تسميته ان هو تم تسميته ان هو فيش بون دايجرام لانه يعني زي ما حضرتك شايف بيشبه شويه الهيكل العظمي بتاع السمكه. فور اكزامبل عندي هنا دي منطقه مثلا، دي راس السمكه مثلا المنطقه دي، وفي دي تكمله الجسم بتاع السمكه، وده طبعا دي اللي في النص ده مفترض يعني اللي هو الباك بون بتاع السمكه. طيب ايه الفيش بون دايجرام، وايه هو الكوز اند افكت دايجرام؟ الفكره الاساسيه بتعتمد على ايه؟ بتعتمد ان انا عندي مشكله ما في المشروع. المشكله دي هتبقى هي راس السمكه اللي هي البرودكت كواليتي نوت ماتشنج ذا ريكويرمنتس. زي المثال ده كده، عندي الجوده بتاعت البرودكت مش ماشيه او مش متوافقه مع ايه، مع المتطلبات. دي مشكله، انا عايز اوصل بقى لسبب المشكله دي. عشان كده هو اسمه ايه، كوز اند افكت دايجرام. كوز اند افكت دايجرام، الافكت ده هيعمل لك فيجواليزيشن اوكي، او دايجرامنج او جرافيكالي ريبريزنتيشن لحاجتين، الكوز السبب والافكت. السبب وايه، والسبب يعني والتاثير، الكوز والافكت، سبب والتأثير. طيب جميل، خلينا نشوف بقى الفيش بون ده ممكن يتم ازاي. ده المشكلة اللي عندي، التأثير اللي حاصل تأثير نيجاتيف، ان عندي product quality not matching the requirements. ممكن ده يكون اسبابه ايه؟ في المثال اللي قدامي ممكن يكون سبب من اسباب الاكويبمنتس تكون عاملة مشكلة، ممكن سبب تاني زي البروسيس، ممكن البيبول، ممكن المانجمنت، ممكن environment، ممكن الماتيريال. جميل، طيب الاكويبمنت ممكن يكون فيها ايه؟ ممكن الاكويبمنت يكون فيها لو مينتيننس، يعني صيانه مثلا قليله على مرات قليله، صيانه ضعيفه، صيانه ما فيهاش اصلا الكفاءه والجوده العاليه. اولد تكنولوجي في الاكويبمنت، تستخدم تكنولوجيا قديمه، فبالتالي ممكن تسبب البرودكت كواليتي نوت ماتشنج ذا ريكويرمنتس. امبروبر هاندلنج ممكن. عندي ايه تاني؟ مثلا البيبول، ممكن lack of training، ضعف التدريب للناس مأثر على السكيلز بتاعتهم وبالتالي عملوا لي مشاكل في ان البرودكت نوت ماتشنج ايه ده requirements. طيب ممكن عندي مثلا الانفايرمنت، البيئه اللي انا شغال فيها ممكن يبقى فيها باد وركينج كونديشنز، ظروف العمل لا تسمح باني اطلع منتج هاي كواليتي. الماتيريال ممكن delay in arrival، بتتأخر في الوصول، وبالتالي لما المتاجر بتتأخر في الوصول
انا بضطر استعجل واشتغل سريع سريع وبالتالي المنتج بيطلع مش كويس. low quality of raw material، عدم جودة او جودة منخفضة للمواد الخام، بالتالي برضو ممكن يسبب ان البرودكت كواليتي نوت ماتشنج ذا ريكويرمنتس. الخلاصه ان انا عندي افكت ده نيجاتيف، طبعا هنا في سبب في المشكله اكيد. المشكله دي ممكن يكون ليها مجموعه من الاسباب الرئيسيه اللي هم ستة عندي هنا. الاسباب الرئيسيه دي ممكن تتفرع لاسباب اخرى. طيب الاسباب الاخرى دي مع الاسباب الرئيسيه مع الافكت، ممكن كل دول كنت ممكن احطهم في ليست، بس انا عايز اعمل ريبريزنتيشن اشوف المشكله دي وتفرعاتها، المشكله دي قصدي والاسباب اللي اثرت او عملت المشكله بالتفريع اللي حضرتك شايفها. الاكويبمنتس ممكن تكون 1 2 3، البيبل 1 2 3، الانفايرمنت 1 2 3، الماتيريال 1 2 3. جميل. ممكن اقف عند سبب سبب اشوفه عندي، هل هو ده فعلا السبب ده موجود عندي او لا، وازاي اقدر اعالجه. طيب اذا عشان اطلع الاسباب دي ممكن اطلعها ازاي؟ دلوقتي انا حاليا عندي مشكله البرودكت كواليتي نوت ماتشنج ذا ريكويرمنتس، فانا قعدت مع الناس قلت لهم تعالوا نشوف ايه هي الاسباب اللي ممكن تسبب الكلام ده. ممكن ده اعمله ازاي؟ حد عارف؟ ممكن الميتنج ده يتم باي صوره عشان نطلع اسباب للبرودكت كواليتي نوت ماتشنج ذا ريكويرمنتس. الاسباب عندي، بس ايه التول والتكنيك اللي ممكن استخدمها انا عشان اطلع الاسباب دي من الناس؟ طبعا الناس دي ستيك هولدرز، تيم ممبرز، ايا كان. حد عارف؟ انا عندي مشكله ما، فجبت بالظبط اللي انا وعيت مهندس رضا. ممكن اعمل برين ستورمنج، تمام. ممكن اعمل تاني ايه مثلا؟ يعني على سبيل المثال ممكن اعمل انترفيوز، ممكن اعمل ميتنجز، ممكن اعمل فوكس جروبس، صح؟ ممكن اسال اكسبرت جادجمنت، صح؟ كل دي ادوات هتساعدني ان اجمع من الناس يا ترى ممكن ايه السبب اللي يخلي المنتج او الكواليتي بتاعت المنتج مش ماتشنج مع الريكويرمنتس. ففي ناس قالت لي الاكويبمنت، وناس قالت لي البيبل، وناس قالت لي المانجمنت. ممكن بعد كده اعمل زي ما اتفقنا، عملت برين ستورمنج بكده، ممكن اعمل افينيتي دايجرام، اعمل بقى جروبنج اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. الجروب الاول كان له علاقه بالريكويرمنت بالاكويبمنت، الجروب الثاني له علاقه بالبيبل، الجروب الثالث له علاقه بالماتيريال. ده ريبريزنتيشن. ممكن اعمل ريبريزنتيشن ثاني اللي هو الكوز اند افكت دايجرام زي ما حضرتك شايف، اللي هو الفيش بون. اذا الفكره عشان ما تستصعبش الموضوع، هي دي كلها تولز في ايدك. هاو تو بريزنت، هاو تو ريبريزنت، لان في الاخر احنا بنتكلم على ايه؟ على داتا ريبريزنتيشن. ازاي تعرض الداتا دي سواء بقى للتيم ممبرز، سواء للسبونسر، سواء للكاستمر. في الاخر انت هتعرض الداتا على حسب الداتا اللي عندك، كميتها ونوعها، هتختار التول المناسبه في عرضها. طيب الفلوت شارت، الفلوت شارت اتكلمنا عنه في السيبوك لو فاكرين، برضو من ضمن الاساليب اللي ممكن اعمل بيها داتا ريبريزنتيشن. عندي ديفكت معين ديسكفر، فممكن اشوف الامرجنسي بتاعته. لو في امرجنسي فهاخد خطوات معينه، يعني في يس اور نو، هل هو في ارجنت او لا. اذا ارجنت همشي بخطوات معينه في تسلسل زي ما حضرتك شايف، هوصل برضو مش عارف نيد لمين كده انجينير، فيس اور نو. اذا يس هروح له اعمل ريفيو، اذا نو همشي في الخطوات دي وفي الاخر هطلع للكلوز اوت. اذا هو مش ارجنت، مفيش امرجنسي، اذا نو همشي في تسلسل عمليات تانية حتى برضو اوصل لمين؟ للكلوز اوت. ده مثال من امثله ايه؟ الفلوت شارت. الفلوت شارت قايم على ايه؟ على الفلو او التسلسل بتاع مين؟ بتاع عمليات معينه، بتاع اكتيفيتيز معينه، ايا كان بقى بنتكلم في كواليتي او غيره، في تسلسل معين هعمل له ريبريزنتيشن بالطريقه اللي حضرتك شايفها قدام. هيساعدني بقى على ايه الكلام ده؟ لما اجي اعمل ريبريزنتيشن ممكن اقدر في المرحله دي اشوف بقى كل واحده من دول ممكن تاثر على ايه بعدها. مثلا لو قلنا ان في امرجنسي، فاذا على حسب الفلوت شارت بتاعي همشي في خطوات معينه. هل محتاج المهندس الفلاني مثلا فور اكزامبل، او محتاج منه ريفيو او سيجنتشر او اوثرايزيشن؟ يس، يبقى لازم اروح اعمل ريفيو. اذا لا يبقى همشي على الخطوات دي.
كل خطوه من دول ممكن نخلي تيم يتابعها، تيم ممبر يتابعها، او شخص مثلا معين يتابعها، ممكن يعمل عليها اوديت او يعمل عليها مثلا فور اكزامبل كونفرميشن من الناس المسؤوله او تحت منه او غيره. يعني الخلاصه ان بدات افصل العمليات بس بطريقه فلو، بطريقه تسلسل، وبالتالي اقدر اقف عند نقطه محدده واقول هنا ستوب، هنا ايه المشكله، ليه وقفنا عند المنطقه دي، ليه ما كملناش، يس اور نو، طب ليه هو اذا كان يس ليه ما مشيناش في الخطوات دي ومشينا في الخطوات التانية وهكذا. هيستوجرام، الهيستوجرام باختصار هتعبر بقى عن الداتا اللي مع حضرتك. فاكر الداتا اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول وانت عبرت عليها بقى بافينيتي دياجرام، عبرت عنها ب كوز اند افكت او فيش بون او واي واي دياجرام، ممكن كمان تعبر عنها بهيستوجرام. الهيستوجرام فكرته في ايه؟ فكرته انك تعمل بار تشارت. بار تشارت ليه؟ عشان تعرف مثلا فور اكزامبل انا عندي كوز اند افكت، صح؟ عندي سبب وتاثير او مجموعه اسباب وتاثير للاسباب دي. التاثير في الاخر ان عندي البرودكت نوت ماتشنج ذا ريكويرمنتس، ده النيجاتيف افكت في الاخر، صح؟ وعندي مجموعه من الاسباب. طيب انا عايز اعرف بقى اكتر سبب فيهم ايه؟ هل الاكويبمنت؟ هل البيبل؟ هل الماتيريال؟ هل الانفايرمنت؟ فبالتالي ممكن تمثل ده وتعبر عنه بالبار تشارت. هيقول لك مثلا فور اكزامبل لا الاكويبمنت هي اعلى واحده، لا مثلا البيبل هي اقل واحده، الماتيريال يمكن مثلا ميديوم رينج وهكذا. ده فكره الهيستوجرام جرافيكال ريبريزنتيشن عن طريق البار تشارت، هيعبر لك عن مستوى او ديجري كل مثلا فور اكزامبل كل كوز كل افكت ايا كان انت هتستخدمه في ايه. في الاخر هو ده شكل الهيستوجرام. الماتريكس دياجرام، ماتريكس دياجرام اتكلمنا عنه برده قبل كده في السكوب، بس يعني وقلنا هنا في الكواليتي مصفوفه برده بتشتغل باكس وواي. الاكس مثلا فور اكزامبل عندي هنا ده مثال على امثله مثلا اعداد مثلا كوب شاي مثلا فور اكزامبل. عندي هنا الاكس او الاتجاه ده فيه تيست فوليوم تمبريتشر، التيست المذاق، الفوليوم الحجم، التمبريتشر درجه حراره. عند ده الافكت، اوكي. عندي الكوز في اسباب، عندي الكتل نفسها اللي هي الغلايه، الووتر الميه، التي الشاي، اضافه الشاي، اضافه الشوجر، واضافه الميلك، والسترنج اللي هو التقليب. طيب ده اكزامبل من الماتريكس دياجرام. يعني لو اعطينا ويتج لكل واحده منهم، لو قلنا مثلا العلامه اللي هي الدايره دي اعتبر انها مثلا فور اكزامبل ب3، العلامه اللي هي المثلث دي مثلا ب9، العلامه اللي هي السوداء دي قول مثلا ب1 مثلا، يعني عندي 1 3 9 مثلا، دي كده ده ويتج انا عملته. طيب الكاتل مثلا ممكن تاثر على ايه؟ ممكن تاثر على الفوليوم طبعا، لان على حجم الكاتل بتاعتي اللي هي غلاية المية اكيد هقدر اعمل كوب او عدة اكواب من الشاي. التمبريتشر درجة الحرارة لان هي تغلي المية، مظبوط. طيب الووتر نفسها هتأثر على ايه؟ أثر على الطعم، أثر على الحجم، أثر على درجة الحرارة، جميل. اضافة الشاي هتأثر على التست لكن ممكن ما تأثرش خالص على الفوليوم او تأثر على التمبريتشر. الشوجر تست، ميلك تست، فوليوم تمبريتشر، والسترينج التقليب هيأثر على التست. طيب من خلال الدياجرام اللي حضرتك شايفه قدامك ده ممكن تقول لي بقى كده اكتر سبب ممكن يأثر على جودة البرودكت بتاعك اللي هو كاب اوف تي. اكتر سبب حد عارف؟ لا مش بقول اكتر، مش بقول اكتر افكت، بقول اكتر سبب. اكتر سبب مهندس محمد سيد قال الميه، مهندس رضا قال الميه، مهندسه ساره قالت الميه، مظبوط. ده اكتر سبب. اذا السبب ده ممكن يديني او الطريقه دي اعطتني انديكيشن لايه؟ ههتم بالميه، مظبوط، لانها اكتر سبب ممكن ياثر على ايه؟ على جودة الكاب اوف تي، صح؟ طيب اكتر جزء من الجودة ممكن يتأثر بالاسباب هو ايه؟ انا عندي الريكويرمنت بتاعتي هيبقى انا هقيمها بثلاث حاجات، التست
تيست الشاي تيست كاب اوف تي و الفوليوم حجم كاب اوف تي والتمبريتشر هشوفهم، هقيس درجة حرارة، هشوف الحجم واشوف التيست المذاق. اوكي، اكتر واحدة من التلاتة دول ممكن تتأثر ب اكتر واحدة ممكن تتأثر بالاسباب هي ايه؟ مهندس محمد قال التمبريتشر، مهندس سارة قالت تيست، طيب مين تاني؟ فعلا التست، ليه التست؟ لان على حسب الويتج اللي انا عملته طلع التست ب 25. اذا اكتر منطقه ممكن اعمل عليها انسبكشن، اعمل عليها انسبكشن هتكون التست. ممكن اكتر منطقه اعمل عليها تست اختبار هي التست المذاق مثلا، مظبوط؟ ده اعطاني انديكيشن. بالتالي ممكن نفس الماتريكس، الماتريكس دياجرام ده اعبر عنه بايه؟ بهيستوجرام، صح؟ وممكن كمان اعبر عنه بايه؟ بفلوت شارت، ان مثلا يبقى عندي فور اكزامبل غلايه وبعد كده عندي فيها ميه وبعد كده احط فيها مثلا مكان الميه توصل درجه حراره معينه وبعد كده مش عارف مثلا بحط الشاي وبعد كده ده فلوت شارت. ممكن اعبر عنها برضو بكوز اند افكت دياجرام. عايز اوصل لكاب اوف تي او جود كاب اوف تي، فبالتالي يبقى عندي مجموعه من الاسباب هتوصلني لده. البقى الاكويبمنت مثلا دي هسميها مثلا الكتل، البروسيس دي هتكون الميه، البيبل هتكون مثلا التي، مثلا مش عارف المانجمنت هتكون الشوجر وهكذا، تمام؟ او ممكن اقول مثلا الاكويبمنت افرع منها مثلا الكب، او هسمي مثلا دي تولز، يبقى عندي الكتل وعندي الكب وعندي السبون المعلقه ثلاثه مثلا فور اكزامبل وهكذا. ده كل ده داتا ريبريزنتيشن. السكاتر دايجرام، السكاتر دايجرام مقارنه بين تو فاريبلز بالمتغيرين. يعني مثلا انت بتقارن مثلا بمستوى مثلا جوده بمثلا بوقت، مثلا بتقارن بمستوى رضا عميل بعمر العميل. يعني مثلا بتقول مثلا الاكس ده مثلا مستوى رضا العميل والواي مثلا فور اكزامبل اعمار العملاء، مثلا من 20 30 40 50 ده الواي، والاكس مستوى رضا العميل 1 2 3 4. انا بديك مثال يعني. طيب في الاخر انت هتعمل دوت او نقطه مثلا فور اكزامبل عند مثلا العمر مثلا سي 30، تبدا تحط نقاط، كم واحد مثلا راضي عند مستوى 1 مستوى 2 مستوى 3، بعد كده مثلا العمر 40 عمر 50 وتشوف مستوى رضا العملاء. في الاخر بيطلع لي ايه؟ بيطلع لي كورليشن او سكاتر دايجرام. الحاج شايفه ده السكاتر دايجرام، ده النقاط اللي احنا طلعناها بناء على التو فاريبلز، معيارين متغيرين. يا اما يديك انديكيشن متصاعد معناه ان كلما زاد عمر العميل مثلا فور اكزامبل اللي هو هنا، كلما زاد عمر العميل زاد مستوى الرضا، اتس اوكي. او مستوى متناقص ان هو كلما زاد عمر العميل تناقص، او سوري كلما زاد عمر العميل بالظبط تناقص مستوى الرضا، او هنا الموضوع ملوش علاقة بقى بعمر العميل وبمستوى الرضا، لا مثلا ممكن بقى عندي عميل 20 سنة ساتسفايد وعندي عميل 50 سنة ساتسفايد وعندي عميل 20 سنة unsatisfied وعميل 50 سنة وبرضو unsatisfied. هيطلع الكوريليشن بتاعك بنفس المستوى ده بشكل عشوائي مفهوش سكاترينج او اتجاه زي ما حضرتك شايف. اذا السكاتر دياجرام النقاط اللي متحدده دي هتديك ترند، مظبوط؟ او هتديك الارو ده هيديك انديكيشن انت رايح فين، تمام؟ طبعا ده البوزيتيف وده النيجاتيف بتاع الكوريليشن. تمام؟ لا هو مهندس كده، هو ممكن مهندس احمد راتب ممكن نغير المتغيرين اصلا، بس انا اللي اقصده ايه؟ ان ممكن مثلا ممكن تحت مثلا. تمام، اتفضل قول لي سؤالك. اتفضل معلش.
اكتب لي سؤالك معلش ممكن حضرتك بس اتفضل. تشرح الدايجرام ده تاني حاضر الاولاني حاضر والتاني ما فهمتش بالظبط الفرق. تمام حاضر مفيش مشكلة. اتفضل. احنا عندنا مثلا فور اكزامبل مهندس احمد، مثلا عندنا مثلا مثال من الامثلة، ان خلينا نمسح اللي موجود حالا اول، اللي هو اللي احنا كتبناه. تمام خلينا نقول مثلا انا عندي متغيرين، اوكي، متغير مثلا له علاقة بالتايم، متغير مثلا له علاقة بعدد السامبلز اللي بطلعها. مثلا خلينا ناخد المثال اللي هو النيجاتيف كوريليشن، المثال اللي هو المثال له علاقة بالتايم، هنا نكتب تايم. البن كتبنا هنا تايم، وده مثلا ممكن عدد السامبلز اللي باخدها او العينات اللي بياخدها من المنتج. جميل، دول متغيرين عندي. ده التايم مثلا لو قلنا دول، ده كده ويكس، ودي السامبلز، عدد السامبلز. اوكي، تمام. المقصود بقى ايه عندي؟ ان عدد السامبلز دي متصاعد، صح؟ والتايم بيمر. جميل، لما في الاسبوع الاول مثلا، في الاسبوع الاول انا مثلا اخدت مثلا سي، خلينا بدل ما نقول السامبلز خلينا نقول ديفكتس اون سامبلز، اوكي، الاخطاء اللي بلاقيها في السامبلز. حلو، في الاسبوع الاول لقيت مثلا عدد 20 خطأ، لو قلنا ده 20 فور اكزامبل، ده 20 في الاسبوع الاول بقى عندي 20 خطأ. في الاسبوع الثاني مثلا بدأ الأخطاء تنقص شوية، بقى عندي 19 خطأ. الأسبوع الثالث بقى عندي 18 خطأ، يعني بنتكلم 18 17 16 اللي هو يعني. في الأسبوع الثالث، الأسبوع الرابع، الأسبوع السابع بدأت الأخطاء عندي تنزل لأدنى مستوى، اللي هو مثلا كام؟ مثلا هنا 10 أخطاء. إذا defects on samples، الأخطاء على العينات بتزيد، سوري، بتنقص بإيه؟ بمرور الوقت. طيب هنا في المنطقة دي مثلا دي عدد السامبلز او الديفكتس اون سامبلز، وده الوقت. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان في اول اسبوع كان عندي خطأ واحد مثلا، تاني اسبوع 5 اخطاء اللي هو المنطقة دي، ثالث اسبوع، رابع اسبوع، خامس اسبوع، سادس اسبوع اللي هو ده، وصل عندي 20 خطأ. اذا انا هنا الأخطاء متصاعدة، هنا الأخطاء متناقصة. وصلت؟ طيب لو أنا بقى عندي هنا، عندي بقى تايم و ديفكتس اون سامبلز، حلو، الأسبوع الأول طلع عندي مثلا سي 15 خطأ مثلا، الأسبوع التاني طلع عندي 3 أخطاء، الأسبوع الرابع طلع عندي 20 خطأ، الأسبوع الخامس 30 خطأ، الأسبوع السادس مثلا أو السادس طلع عندي 10 أخطاء، الأسبوع السابع 3 أخطاء، التاسع خطأ واحد، العاشر 30 خطأ. كل ده بيديك راندوم في الآخر، ما عنديش كوريليشن، نو كوريليشن في المنطقة اللي هي إيه، أو في الشارت، أو سوري، أو في السكاتر ديجرام رقم 3. ولكن رقم 2 ورقم 1 أعطوني إنديكيشن، سواء أخطاء متصاعدة سواء أخطاء متناقصه. طيب ده ساعدني في ايه؟ ساعدني ان ممكن بقى التو فاريبلز، بغض النظر عن التايم والديفكتس اون سامبلز، خلي بالك، ممكن يبقى الفاريبل مثلا عدد الريسورسز وعدد الاخطاء، عدد الانسبكشنز وعدد الاخطاء. جميل، في تو فاريبلز، في متغيرين موجودين عندي اكس وواي. جميل، في الاخر هيديني انديكيشن، كلما زاد كذا كلما نقص كذا، كلما نقص مثلا، كلما نقص واي كلما زاد اكس، كلما نقص اكس كلما زاد واي، او العكس. يعني في الاخر ده انديكيشن ممكن اعبر عنه بالسكاتر دايجرام. طيب خلينا ندخل على اللي بعده. تمام، عندي بقى تولز اند تكنيكس تانية. شكرا لله يا مهندس احمد. تولز اند تكنيكس تانية عندي اوديتس. الاوديتس
شبه الانسبكشن، بس الفرق ايه؟ الاوديتس انت مثلا بتيجي تشيك على عمليات، بتشيك على البراكتسز، بتشيك على الستاندرد بتاعك متطبق او لا، بتشيك على دوكيومنتس، بتشيك على شيتس، بتشيك على بروسيجرز، كل ده اوديت. ولكن الانسبكشن هو فيزيكال انسبكشن، بمعنى ان انت او فيزيكال تشيكينج، يعني انت بتروح مثلا بقى تقيس، مثلا تقيس ابعاد، تعمل مثلا تشوف درجه لون، بتشوف مثلا وزن، بتشوف عمق، كلها في الاخر فيزيكال ميجرمنتس او فيزيكال تشيكينج. ولكن الاوديت لا، الاوديت انت بتعمل بقى تحقق من مثلا من اوراق، من بروسيجرز، من بوليسيز، من ستاندردز، هل بتطبق او لا، الناس ماشيه على البلان او لا، كل ده اوديتس مش انسبكشن. ممكن الاوديتس وغالبا يعني بيحصل من بره البروجكت، ممكن الشركه نفسها يبقى عندها اوديتورز تيجي يجيب لك مثلا اوديتور من شركتك يقول لك والله انا هاجي لك يوم الفلاني هعمل اوديتنج عليك، اوديتنج يجي لك هات بقى لو سمحت الفايلز اللي عندك، وريني بقى الكواليتي مانجمنت بلان بتاعتك بتطبقها او لا، الريسورس اللي انت كنت محتاجها جات لك او لا، واذا جات لك هي افكتيف او لا. يعني بيعمل اوديت على ايه؟ على البوليسز، على البروسيجرز، على الستاندردز، على الفلو بتاع البروس نفسها، على كل شيء مش فيزيكال. بتكلم على تقدر تقول على بيبر وورك او بروسيسز او بوليسز. طيب الديزاين فور اكس هتكلم عنه دلوقتي، والبروبلم سولفنج حل المشاكل. البروبلم سولفنج ده تكنيك من تكنيك طبعا معايا في التولز اند تكنيكس بتاعت الكواليتي، ولكن ريليتد قوي بالانتربيرسونال سكيلز، طرق حل المشاكل. طرق حل المشاكل هنشوفها اكتر في الريسورسز، ليها اكتر من ستيب، ليها اكتر من يعني من خطوه، بالتدريج هنشوفهم ان شاء الله في شابتر ريسورسز. ولكن مبدئيا كده البروبلم سولفنج، البروبلم سولفنج من سوفت سكيلز او الانتربيرسونال سكيلز اللي لازم مدير المشروع او يعني مش هقول يعني يجب وبشده، ولكن مش هقول ماست، ولكن شد، يعني لازم الراجل ده او يجب ان هو يتمتع بطريقه او باسلوب يقدر يعمل بيه بروبلم سولفنج. اساس البروبلم سولفنج هو انك تبحث عن اساس المشكله او جذور المشكله عشان تقدر تحل مشكله بشكل صحيح، توصل لجذورها، ايه سبب المشكله عشان تقدر تحلها. ايه سبب المشكله في الكواليتي؟ ممكن توصل له عن طريق الكوز اند افكت دايجرام، ده مثال من الامثله. عشان تحل البروبلم سولفنج ممكن تحتاج للانتربيرسونال سكيلز، وخاصه في شابتر زي الريسورسز او الكوميونيكيشن. الكواليتي امبروفمنت ميثود وهنشوف الكلام ده بعد شويه، لكن خلينا نشوف الديزاين فور اكس. الديزاين فور اكس معناه ايه؟ ان انا عندي فور اكزامبل عندي مثلا علبه بتاعه لابتوب او علبه موبايل. علبه موبايل دي المفروض احط فيها ايه؟ احط فيها الكتالوج بتاع الموبايل اللي هو الصغير ده اللي هو الميني خالص ده، والشاحن والسماعه واي اكسسوارز ثانيه معاه، والموبايل نفسه. جميل. فانا المفترض ان العلبه دي تستوعب الموبايل وكامل محتوياته. اذا هعمل ديزاين فور اسمبلي، ديزاين لتجميع الموبايل ده كله داخل علبة واحدة. الفكرة فين؟ الفكرة ان هشتغل على تحقيق الكواليتي من الديزاين، من مرحلة الديزاين. يعني سي مثلا عندي مشكلة بتقابلني في تجميع الموبايل ومحتوياته في العلبة، مفروض لما اجي احط الموبايل والمحتويات دي كاملة تتحط بشكل نظامي والعلبة تقفل، ده المفروض صح؟ فبالتالي عشان العلبه دي سوري الموبايل ومحتوياته يدخلوا جوه العلبه بشكل نظامي وتقفل صح، لازم من الاول اعمل علبه او دايزن علبه تكون متناسبه مع احجام الكومبوننتس بتاعتها وطريقه رصتهم في العلبه صح. اذا بالنسبه لي هنا ديزاين فور اكس، اكس هنا مين؟ اكس مين؟ هيبقى اكس هو الاسمبلي، التجميع. ممكن يبقى عندي ديزاين فور اكس يكون الكوست، انا عايز اعمل شيء كواليفايد ولكن لو كوست. اذا وانا شغال في مرحله الديزاين بتاعه الكواليتي، وانا بعمل ديزاين الكواليتي او ديزاين للبرودكت سوري ديزاين البرودكت نفسه، هراعي ان اوصل بالمنتج بتاعي يكون لو كوست. طب اللو كوست دي هتيجي منين او هتيجي من اي مرحله؟ من مرحله الديزاين، مرحله البريبريشن بتاعه البرودكت نفسه. جميل.
مثلا لو انا عندي مثلا مبنى معين، اوكي، ممكن اطبق عليه الفاليو انجينيرنج. مظبوط، الفاليو انجينيرنج اللي هي الهندسه القيميه، اني هوصل بنفس الفانكشن بتاعت المبنى مثلا بتاعت المنشأ ده، اوصل بنفس الوظيفه المنشأ ده معمول من اجلها ولكن باسعار اقل. ده الفاليو انجينيرنج. مظبوط، اذا الفاليو انجينيرنج ساعدتني في ان انا اعمل ايه، ان اخفض الكوست، بس وصلت لايه؟ وصلت لنفس الريكويرمنت اللي يعني نفس الكواليتي بتاعتي، نفس السبيكس اللي انا عايزها. نفس الكونسبت هنا في الديزاين فور اكس. لو انا عايز اعمل ديزاين مثلا فور اكس فور اكزامبل للاسمبلي، هيكون زي ما اتفقنا مثلا موضوع علبه الموبايل والشاحن والاكسسوارز بتاعتها ازاي تيجي جوه علبه. عايز اعمل ديزاين فور كوست برضو من مرحله الديزاين، ديزاين فور سيفتي مثلا. ديزاين فور سيفتي بتكلم مثلا على سياره مثلا انت عايز توصل لمستوى معين من السيفتي فيها. الفكره حاليا مش اني هطبق الكواليتي او لا، خلي بالك اني هنفذ الكواليتي او لا، او هعمل كيو سي او لا. ممكن تكون تطبيقك للكواليتي والكيو سي برضو بتاعك انت برضو محققش ان السياره بتاعتك تكون سيفتي او تكون سيف. اذا المفروض تعمل ايه؟ اصلا من اساس المنتج من الديزاين بتاعه لازم انا بشتغل على كونسبت ديزاين فور اكس، ديزاين فور سيفتي. جميل، ان مثلا ممكن اراعي نوع الماتيريال اللي هستخدمها، ممكن اراعي مثلا الابعاد بتاعت السياره، وضع السائق في السياره، الوضع الركاب اللي في السياره، كل ده له علاقه بمين؟ بالديزاين. طب انا لو انا جماعه كواليتي، انا بشتغل في الكواليتي مثلا، مفروض انا بالنسبه لي انا مفروض هطبق اللي موجود في السبيكس وخلاص، صح؟ مشى مع السيفتي ما مشاش، دي مش قضيتي. انا في الاخر انا بحقق الريكويرمنتس، صح؟ طب اذا الريكويرمنتس بتاعتي دي مش هتحقق السيفتي، يبقى لازم اشتغل على ديزاين فور سيفتي. ممكن اشتغل على ديزاين فور يوزابيليتي. زي ايه؟ زي مثلا انك ممكن تعمل سياره لاصحاب الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه. في الاخر انت عايز تعمل سياره لشخص عنده امكانيات معينه محتاج يستخدمها، فانت ديزاين فور ذيس بيرسون. انت بتصمم لامكانيات الشخص ده اللي هي اليوزابيلتي بتاعته، صح؟ طيب اذا السياره شغاله وسرعتها كويسه جدا والموتور كباستي بتاعته تمام، كل حاجه 10 على 10، ولكن الشخص ده مش قادر انه يستخدم السياره، اذا هي محققتش الكواليتي. اذا انا محتاج من الاول ادايزن السياره فور اكس اللي هي مين؟ فور يوزابيلتي، لمين؟ للشخص اللي هو من اصحاب الهمم او من ذوي الاحتياجات الخاصه. دي فكره الديزاين فور اكس. طيب الاوديتس احنا اتكلمنا عليه من شويه. البروبلم سولفنج، انا هنا حتى ذكرت الخطوات. خطوات البروبلم سولفنج بقى زي ايه؟ اول حاجه ديفايننج ذا بروبلم، انك تعرف ايه هي المشكله. نص العلاج انك تحدد ايه هي المشكله عشان تقدر تعالجها. مظبوط، اول حاجه تعرف المشكله بشكل صحيح. تاني حاجه ايدنتيفاينج ذا روت كوز، زي مثلا لو استخدمت الاشيكاوا او الفيش بون او الكوز اند افكت دايجرام، هيقول لك ايه سبب المشكله، تعرف سبب او اسباب المشكله هي ايه. جميل، جنريتنج بوسيبل سوليوشنز، ممكن تعمل برين ستورمنج وتشوف طب يا جماعه عشان نحل الاسباب دي اللي بتسبب لي مشكله، اللي هي ايه مشكلة ايا كان المشكله، اللي هي البرودكت فور اكزامبل، البرودكت نوت ماتشنج ذا كواليتي، دي مشكله انا عرفتها وحددت الاسباب بتاعتها. طيب الاسباب دي نعالجها ازاي؟ الماتيريال مثلا بتتاخر نجيبها بسرعه ازاي؟ الرو ماتيريال اللي هي لو كواليتي ازاي نجيبها هاي كواليتي؟ نغير السبلاير مثلا. طيب نغير الاستورج، ممكن يكون طريقه التخزين بتاثر على الكواليتي. طيب الماتيريال بتتاخر، بدل ما نجيبها بسياره نجيبها بطياره. دي حلول بتساعدني على ايه؟ على او على اني احل مشكله الكواليتي اللي موجوده في البرودكت. طيب بعد ما تعمل جنريتنج للبوسيبل سوليوشنز، رقم اربعه هنا هتعمل تشوزنج للبيست سوليوشن، تختار احسن حل فيهم. طبعا تختار احسن حل فيهم بقى باي طريقه من الطرق بتاعتك انت عايز بقى، انت تعمل مثلا رانكينج، تعمل فوتنج، ديسيشن ميكنج، ايا كان انت عايز تعمل ايه بالظبط، ولكن في الاخر توصل للبيست سوليوشن.
وتنفذ السوليوشن، هو implementing the solution اللي هو the best، هتنفذه عشان تحل مين؟ تحل مشكلة ليها علاقة بالكواليتي. وفي الآخر verifying solution effectiveness، هل لما حليت المشكلة دي أو اتخذت الأسلوب ده أو مشيت مع الحل ده اللي هو بالنسبة لك the best solution، هل كان effective أو لا؟ طب هتعرف منين؟ هتعرف انك لازم تعمل verifying ليه، تتحقق منه، تشوف بقى هل هو اثر على جودة المنتج، هل المنتج ما بقاش معيب لما انت عالجت مشكلة تأخير الماتيريال او عالجت مشكلة الصيانة بتاعت الاكويبمنت، هل فعلا سمعت في جودة المنتج، هل علته او لا. دي طرق حل المشاكل او البروبلم سولفين. طيب بيقول لك الكواليتي امبروفمنت ميثود، طرق تحسين الجوده، اتكلم عن السكس سيجما، واتكلم عن البلان دو تشيك، بلان دو تشيك اكت. الطريقه دي كانت من ديمينج وبعد كده شو هارت، يعني مش هنتكلم في تفاصيلها، ولكن الطريقه دي باختصار ان عندي بلان تخطيط، دو اللي هو البرفورم اللي هو التنفيذ، تشيك اللي هو المونيتور كنترول، انك ازاي بتراقب المنتج بتاعك وتشوفه هل هو مطابق للمواصفات او لا، والاكت اللي هو الاكشن اللي هو الامبروفمنت. جميل. يعني انت النهارده بتخطط، بتنفذ، بتشيك او بتراقب اللي هو المونيتور، وبعدين لو في فارينس او في مشاكل او في اي ديفيجن بتاخد الاكشن بتاعك. دي طريقه البلان دو تشيك اكت. السكس سيجما برضو حدث ولا حرج، وطبعا دي نظريه مهمه جدا في الكواليتي، وليها زي ما اتفقنا ليها علم وتخصص بيها، وليها حتى درجات، مش عارف الوايت بيلت والجرين بيلت واليلو بيلت، وفيها والبلاك بيلت يمكن اعتقد كمان، فيها كتير ليفلز. وعلى فكره لو حد حابب يعني ياخد فيها شهاده فور فري، في ويب سايت لمركز بيدي شهادات فور فري في السكس سيجما، اعتقد ليفل او اتنين، ممكن ابعته لكم على الجروب برضو ان شاء الله تفيدكم في المستقبل. يعني الخلاصة ان انا عندي quality improvement method زي six sigma وزي البلان دو تشيك اكت، الاثنين هدفهم ايه؟ هدفهم تحسين الجودة، تحسين الجودة. six sigma عايزة توصل لللوست ليفل في الديفكتس، لو هوصل للزيرو ديفكت لو اقدر اوصل له هوصل له. دي ستيك سيجما. على فكره كان في 3 سيجما الاول، كان في 3 سيجما وبعدين تطورت ل 6 سيجما. البلان دو تشيك اكت بتوصف لك ازاي تعمل بلان اللي هو التخطيط، بيرفورم انك تعمل تنفيذ، وتشيك مونيتور، وامبروف لو عندك اي مشاكل او ديفيشن. الاوتبوتس يطلع بقى عندي كواليتي ريبورت، تقرير عن الجوده، ويطلع عندي تيست اند ايفالويشن دوكيومنتس، كل الاختبارات اللي انت عملتها طبعا بيطلع عليها دوكيومنتس. تشينج ريكويست، ممكن تحتاج تعمل تشينج ريكويست زي ما اتفقنا، مثلا لو منتج ممكن تضطر ترجع للديزاين فور اكس، ديزاين فور سيفتي، ديزاين فور يوزابيلتي، ديزاين فور كوست، ديزاين فور اسامبلي فور اكزامبل، كل ده هتحتاج له ممكن تشيك سوري تشينج ريكويست لو هو مش معمول حسابه من الاول. ممكن بروجكت مانجمنت بلان ابديت وبروجكت دوكيومنت ابديت. كده خلصت العملية التانية. في حد عنده سؤال هنا في المانج كواليتي؟ تمام. الكنترول كواليتي، كنترول كواليتي زيها زي اي عملية برضو ليها علاقة بالكنترول. الهدف الاساسي ان انا بمونيتور اند كنترول، بعمل observation، اذا في variance باخد action. طيب حلو. الحاجة التانية في الكنترول كواليتي هنا المميزة ليها انها تطلع لك verified deliverable. verified deliverable يعني منتج تم التشييك عليه من قبل التيم internally، من قبل التيم بتاع المشروع، اعطاك ختم الجودة، قال لك it's okay، المنتج verified، بيروح للسكوب تيم، بيعمل validate scope، يعني بياخد formal acceptance من مين؟ من الكاستمر. لو ما حصلش فيريفيكيشن على المنتج هنا، مش هينفع الراجل بتاع السكوب مانجمنت يروح يعمل فاليديشن للسكوب. جميل. طيب
المونيتور كنترول بيقول لك، او سوري الكنترول كواليتي بيقول لك عنها ايه؟ بيقول لك مونيتورنج اند ريكوردنج ريزلتس اوف اكسكيوتنج ذا كواليتي مانجمنت اكتيفيتيز ان اوردر تو اسيس بيرفورمانس اند انشور ذا بروجكت اوت بوتس ار كومبليت كوريكت اند ميت كاستمر اكسبكتيشن. يعني هاخد المنتج او الدليفربل اللي جاي من الاخر كده هفحصه، اعمل له انسبكشن، هل المنتج ده كومبلاينج ذا ريكويرمنتس او لا. جميل. الفحص بقى هيتم عن طريق تول مهمه اللي هي الانسبكشن. هتشتغل بقى اي نوع من انواع السامبلنج ما عنديش مشكله خالص، هتشتغل بقى فاريبل، هتشتغل مش فاريبل، ايا كان هتشتغل ايه السامبلنج بتاعتك. عندك 1000 دليفربل هتاخد منها عينات بشكل عشوائي، عينات مثلا كل 100 سامبل تاخد واحده او اتنين بنسبه معينه براحتك. الخلاصه انك هتشيك على المنتج، وتشيك على المنتج معناها ايه؟ انك تعمل عليه انسبكشن. جميل. طبعا ممكن تعمل عليه تيست، بس خلينا نتكلم في التولز التكنيكس بعدين. الهدف من العمليه ان انا هشيك على المنتج اشوفه كواليفاينج ذا ريكويرمنتس او لا. حلو. طيب لو لا هعمل فيه ايه؟ هرجعه تاني للعمليات السابقه بتاعتي، بيروح بقى ممكن اضطر اعمل تشينج في البلان، ارجعه طبعا لعمليات الاكسكيوتنج، عمليات التنفيذ. ممكن اغير في البلان او لا، ممكن اغير في السكوب، اغير في الريسك، اغير في البروكيرمنت، الله اعلم المشكله او الديفكت اللي طلع في المنتج هياثر على ايه، هياثر على ايه، لان ممكن الديفكت ده يسمع في البروكيرمنت تضطر تجيب سبلاير تاني، يسمع في الريسك يزود او ينقص ريسك، يعني ليفل اوف ريسك، او يجيب ريسك جديده، ممكن ياثر على الريسورسز، تحتاج ريسورسز جديده، ايا كان. في الاخر انا هرجعه للاكسكيوتنج، يرجع يحصل له ريورك، وبعدين يجي لي تاني يمر طبعا بالمانج كواليتي، ويجي لي ككيو سي تاني اشيك عليه مره تانيه. قال لك الكي بنفيت از فيريفاينج ذا بروجكت ديليفرابلز اند ورك ميت ذا ريكويرمنتس سبيسيفايد باي كي ستيك هولدرز فور فاينل اكسبتنس. جميل. ايه تاني ممكن بالنسبه للكنترول كواليتي؟ قال لك الكنترول كواليتي از بيرفورم تو ميجر كومبليتنس، طبعا الكلام ده احنا قلناه قبل كده، كومبلاينس اند فيتنس فور يوز. ودي نقطه مهمه جدا، انا لما باجي اشتغل منتج بشتغله فيتنس فور يوز، اذا المنتج مش فيتنس فور يوز برضه مشكله كبيره، لان في الاخر المنتج ده لازم يستخدم. صح. المبنى لازم يستخدم، السياره لازم تستخدم، الموبايل لازم يستخدم. لو المنتج مش فيت فور يوز فمعناها ان حضرتك ما وصلتش برضو للكومبلاينس بتاع الكواليتي. لو عندك مشكله في اليوزابيلتي بتاعت الكواليتي سوري بتاعت البرودكت، ممكن ترجع للديزاين فور اكس، ما عنديش مشكله. بس في الاخر انا وانا باجي اشيك على الكيو سي، وانا كيو سي قصدي بشيك على المنتج، هشوفه هو هل هو فيت فور يوز اور لو. لو نو يبقى هرجع لك تاني المنتج ريورك، لو سمحت خلي المنتج بتاعي فيت فور يوز، لان الكاستمر هيستلمه فيت فور يوز. جميل. بنعمل سياره لاصحاب الهمم زي ما اتفقنا، يعني سياره لاصحاب الهمم، سياره للناس اللي احجامها كبيره، فور اكزامبل سياره كبيره ما ينفعش اعمل له مثلا مساحه او سبيس صغيره جدا، رغم ان السياره كبيره، بالتالي هو مش قادر يستخدمها، السياره فعلا كبيره ولكن مساحته هو، مساحه استخدامه هو صغيره، فبالتالي هي مش فيت فور يوز. صح. موبايل مثلا، انت الفئه المستهدفه مثلا من الموبايل ده مثلا كبار السن، وفي الاخر الشاشه بتاعته مش واضحه مثلا، او شاشه صغيره مثلا، فور اكزامبل شاشه مثلا 4 انش مثلا، فور اكزامبل، او 5 انش مش واضحه، بالتالي هو مش فيت فور يوز. اوكي. طيب كمل. كنترول كواليتي شود بي بيرفورمد ثرو اوت ذا بروجكت، طبيعي جدا. واكيد طبعا الليفل اوف ايفورت اللي انت هتبذله، مستوى الجهد ومستوى الانسبكشنز ومستوى الوقت وكل اللي تتخيله له علاقه بالكيو سي، اكيد هيختلف بطبيعه الحال على حسب طبيعه الاندستري اللي انت شغال فيها، وعلى حسب طبيعه المشروع نفسه، وكمان حتى البروجكت مانجمنت ستايل اللي انت شغال بيه اللي هو اللايف سايكل بتاعتك. مظبوط. هل مثلا انا بشتغل اتريتيف، هل بشتغل بريدكتيف، كل دي متغيرات هتاثر على الليفل اوف ايفورت بتاعك انت في الكيو سي. بتشتغل مثلا في محطه طاقه نوويه غير مثلا بتشتغل مثلا في مصنع،
عادي، او مثلا في مبنى عادي او في فيلا، مظبوط. تشتغل مثلا في مبنى حساس مثلا اوريدي في جهه حكوميه او جهه سياديه، غير مثلا لما بتشتغل مثلا لكاستمر عادي، بتشتغل للابتوب مثلا، اللابتوب ده هيستخدم في مثلا في اندستري محتاجه اكيورسي عالي جدا زي مثلا الطب او الكيمستري او غيره، غير برضه لابتوب للجيمنج او للاطفال او غيره، صح؟ فبالتالي الليفل اوف ايفورت بتاع الكيو سي بتاعك هيختلف على حسب الاندستري وعلى حسب طبيعه المشروع. طيب كنترول كواليتي برضه انبوتس تولز اند تكنيكس اوتبوتس. عندي الانبوتس طبعا مش محتاجين فيها كلام، اتكلمنا عليها قبل كده، ولكن الشيء اللي بفكركم بيه انها بيدخل لي داتا من عمليه الاكسكيوتنج. طالما بتكلم على كنترول اعرف ان بيدخل لك داتا ورك بيرفورمانس داتا، وتوقع ان هيطلع معاك ورك بيرفورمانس انفورميشن. طيب التولز التكنيكس عندي هنا داتا جازرنج وهنتكلم عليها بعد شويه، داتا اناليسيس وانسبكشنز وتستنج برودكت ايفالويشن. خلينا نشوف حاجه زي التشيك شيتس. التشيك شيتس دي وظيفتها ايه؟ ان حضرتك لما بتيجي تعمل انسبكشن، جميل، مش هتقول لي والله بقى ان العينه دي مرفوضه او لا، مش هتقول لي كده، لا، انا محتاج منك معلومات. الانسبكشن ده في الاخر انا بيطلع لي منه انفورميشن او داتا بشكل عام. في الاول داتا دي هحللها وتبقى ليها قيمه، يعني تبقى ليها انفورميشن دي هتفيدني بعد كده في علاج المشاكل اللي في المنتج، صح؟ اما تيجي تقول لي والله المنتج ده مرفوض وخلاص، زي مثلا ممكن يبقى في استشاري عندك مثلا يطلع يقول لك والله مثلا يعني السيراميك ده مرفوض. طب مرفوض ليه؟ هل مثلا في سكراتشز؟ هل مثلا في تشنج كلر تشنجز؟ هل الجراوتنج مش عاجبك اللي هو الجوينت او اللحامات الموجوده؟ هل مثلا السايزز، هل طريقه التركيب مرفوض ليه؟ مظبوط. فانا المفروض بستعين مثلا بحاجه زي التشيك شيت، وده الفرق ما بين التشيك شيت والتشيك ليست. التشيك ليست ممكن يس اور نو خلاص، هل مثلا الابعاد مظبوطه يس اور نو خلاص، بس طريقه التركيب مظبوطه يس اور نو خلاص. ولكن التشيك شيت مثلا لو خدنا مثال زي ده ممكن تفيدني في ايه؟ خلينا نبص على مثال زي ده. عندي مثلا ديفكتس موجوده عندي بشكل راسي، والديتس موجوده عندي بشكل افقي. الديفكتس اللي عندي مثلا كان عندي سكراتشز سمول ولارج، عندي بنت، عندي ميسنج كومبوننتس، عندي رونج كلر، وعندي ليبلنج ايرور. دي الديفكتس اللي عندي في منتج ما ايا كان المنتج. يعني في اول تاريخ انا رحت اشوف اعمل انسبكشن عليه، شفت ان العينات اللي انا طلعتها مثلا فور اكزامبل بشتغل على 10 عينات، اعتبر كده اوكي، عينه منهم كان فيها سمول سكراتش، ثلاث عينات كان فيها بنت، خمس عينات فيها ميسنج كومبوننتس، عينتين كان فيهم رون كلر، عينه كان فيها ليبلنج ايرور. اوكي، ديت 2 في ارقام مختلفه، ديت 3، ديت 4. طيب التوتال بقى بعد شهر او بعد اربع ايام او ايا كان، يعني بعد اربع اسابيع او بعد اربع ايام او وات ايفر، الانديكيشن عندي ايه؟ اكتر ديفكتس عندي فين؟ مثلا في البنت اللي هو رقم 3. اقل ديفكتس عندي فين؟ اللارج سكراتش اللي هو 1. ده اعطاني معلومه، انا استخدمت داتا اللي هي الاكسكيوتابل سامبلز اللي تم تنفيذها، عملت لها اناليسيس بان انا رحت شيكت عليها وحللتها، يعني عملت لها انسبكشن، طلع استخدمت التشيك شيتس فعملت لها اناليسيس. المشاكل اللي عندي 1 2 3 4 بمرور اول يوم رحت فصلتها، ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، التوتال بتاع الزيارات او الفيزيتس او الانسبكشنز طلع لي توتال هنا. التوتال ده هيديني انديكيشن انا اروح فين، اهتم بايه اكتر، اهتم بالميسنج كومبوننتس اكتر، ولا اهتم باللارج سكراتش اكتر، ولا اهتم بالبنت اكتر. جميل. ممكن بقى تاخد التوتال ده وتاخد الديفكتس دي وتعبر عنها بايه؟ بهيستوجرام، عشان تعرف اسباب مشاكل البنت اكتر. مشاكل البنت جايه منين؟ اللي هو الموست هنا عندي رقم 9، او مشاكل الرون كلر جايه منين؟ هتروح تعمل كوز اند افكت دايجرام مثلا، ده بديك ايه بس كوردينيشن او بديك انتجريشن المواضيع. ممكن عايز تشوف تسلسل الرون كلر ده جه ازاي، ممكن من السبلاير
ممكن من الستورج بتاع البرينتنج او الماتيريال، ممكن من الهاندلنج التحميل، ممكن من الابلكيشن. البروسيس فلو ده ممكن تعبر عنه بالفلو تشارت، صح؟ كل دي تولز في ايدك وتكنيكس. طيب تولز تكنيكس برضو زي ما اتفقنا الداتا ريبريزنتيشن اهو، ده ممكن تعبر باي تول اند تكنيك زي ما اتفقنا، والميتنجز. الكنترول تشارت ده يمكن خلاص اخر سلايد مهم، بعد كده ان شاء الله يعني بالظبط 3 دقايق وهنقفل. الكنترول تشارت ده مثال من الامثله. فاكرين لما اتكلمنا على الكنترول ليميتس او الثريشولدز؟ المثال اللي قدامي ده عندي مثلا نمبر اوف اكورنسز وسامبل نمبر، عدد مرات الحدوث بتاعت الاخطاء وعدد العينات اللي انا استخدمتها، عدد مرات عينه 2 3 4 12 عينه، وعدد مرات حدوث الاخطاء او المشاكل. طيب عندي ليفل هنا اسمه ابر كنترول ليميت، وعندي ليفل تحت اسمه اللور كنترول ليميت، اليو سي ال والال سي ال، وعندي ليفل في النص اللي هو الكنترول ليميت اللي هو المين لاين او الخط اللي هو السنتر ده اللي انا المفروض اشتغل عليه. مثال من الامثله، انا عندي عينات معينه هاخدها، ونعتبر ان انا عندي مثلا البرودكت بتاعي مثلا ازازه ميه، هي دي البرودكت اللي انا هطلعه، ده المنتج بتاعي. ازازه الميه مثلا دي ليها ارتفاع معين، صح؟ اعتبرنا ان الارتفاع ده مثلا سي 15 سم. ال 15 سم دول ده المين لاين بتاعي اللي هو الكنترول ليميت ده، او ال 20 سم سوري، هيا عشان نشوف على حسب المثال ده. 20 سم ده هو ده اللي المفروض هو ده المين لاين بتاعي، جميل. بس بيقول لك ان برضو انت مش شغال يعني في اندستري الاكيورسي فيها 100%، ممكن العينه دي او الارتفاع بتاع العينه دي ممكن بلس ماينس شويه فوق وشويه تحت، يعني مثلا ممكن يبقى 20 ومثلا سي 5 مللي مثلا، وممكن ينزل ل 19 و5 مللي، يعني على سبيل المثال. اوكي، او لو قلنا هنا مثلا في المثال بتاعنا اعتبر ال 10 دي 19 وال 30 دي 21. اذا ازازه الميه دي مفروض يبقى عندي الماكسيمم بتاعي الابر كنترول ليميت 21 سم، واللور كنترول ليميت كام؟ 19 سم. حلو، دول الاثنين اللي انا بشتغل فيهم. اذا طلعت ازازه الميه 20 ونص، اذا هي لسه في التولرانس بتاعي اللي انا حكيت عليه من شويه اللي هو الكام 2 سم. طيب لو ازازه الميه دي طلعت 21 وملي، فاذا هي كده عدت الابر كنترول ليميت. طب لو طلعت 18 و9 مللي، اذا هي كده نزلت عن اللور كنترول ليميت. حلو، اذا دول بالنسبه لي دول هقدر عن طريق عدد العينات اللي هاخدها وعدد مرات حدوث المشاكل اللي حصلت، زي مثلا كم مره طلع الازازه دي طلعت 20 ومثلا وملي، كم مره طلعت 20 او 21 وملي، 22 سم 23 سم، كم مره، عدد مرات الحدوث، وكم عينه انا اخدتها. لما خدت مثلا 10 عينات مع عدد مرات حدوث المشاكل او الاخطاء، في الاخر هيمثل لي هنا نقط دوتد، في الاخر النقط دي هوصلها ببعض واشوف الكنترول تشارت بتاعي ماشي ازاي. في حاجه بس عايز اضيفها هنا، ممكن تكون موجوده، بس طبعا دي ليك انت، مش في البي ام بي. ممكن يبقى عندي هنا حاجه اسمها سبيسيفيكيشن ليميت ده يبقى هو ده بالنسبه لك او بالنسبه للكاستمر هو الكنترول ليميت، هو الكنترول ليميت اللي هو ايه، ال سي ال واليو سي ال بالنسبه لمين، للكاستمر. بس حضرتك ممكن تعمل انترنالي يو سي ال لنفسك وال سي ال لنفسك، انت بينك وبين التيم بتاعك، انت عامل يو سي ال وال سي ال ليك انت. ولكن حتى لو النقطه دي طلعت بره الكنترول ليميت، فما فيش مشكله، هنا لسه متغطيه بالسبيسيفيكيشن ليميت. جميل. طيب كده احنا خلصنا الكنترول شارت. ممكن يبقى عندي انسبكشنز، عندي فحص هتكلمنا عليه من شويه، وانسبكشن نقطه مميزه هنا، ممكن يبقى عندي ريفيوز، بير ريفيو، اوديتس، ورك ثرو. الريفيوز او البير ريفيو او الاوديتس او الورك ثرو ممكن
اطلقها على الانسبكشن، رغم ان في فرق على فكره بين الاوديت والانسبكشن، بس يعني بنفس المعنى. وخاصه كلمه الوك ثرو، الوك ثرو ممكن تجي لك في الامتحان ويسالك او يقول لك مثلا من التشويسز ده تول اند تكنيك وك ثرو، وحضرتك ما تعرفش ان هو الانسبكشن. طيب التستنج اتكلمنا عليه قبل كده، انك تفحص تعمل اختبار للماده نفسها مش انسبكشن، ولكن تعمل اختبار للبرودكت نفسه، تعمل تيستنج ليه، تعرضه لدرجه حراره، تعرضه لاشعاع، ايا كان، في الاخر ده تيستنج ليه، او كومبريشن ضغط او تنشن، ايا كان هتعمل فيه ايه، ولكن ده تيستنج للماده او للبرودكت اللي طالع معاك. اوتبوتس يطلع عندي كواليتي كنترول ميجرمنتس، يطلع عندي فيريفايد ديليفرابلز، عندي ورك بيرفورمانس انفورميشن. اهم واحده في الاوتبوتس ده الفيريفايد ديليفرابلز، ده اللي انا بسعى له عشان ادي السكوب مانجمنت تيم يعمل فاليديت للسكوب. ممكن طبعا يطلع عندي تشينج ريكويست، يطلع عندي بروجكت مانجمنت ابديتس، ويطلع عندي كمان بروجكت دوكيومنتس ابديتس. كده انا خلصت الكواليتي، لو في